يا صباح الفل على حضراتكم، يا رب يوم سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم ان شاء الله. حلقه جديده من بي اون تايم على اون تايم سبورتس. واحده من الحاجات المهمه اخبارنا النهارده مهمه، اخبار كتير مهمه، اخبار كتير في منتهى الاهميه، حاجه ان شاء الله النهارده تكون مرضيه لحضراتكم. بالتاكيد اول اخبارنا هي مباريات اليوم، مباريات في منتهى الاهميه، مباريات في منتهى الحماس، مباريات في منتهى الإثارة. هنبدأ إن شاء الله مبارياتنا اليوم بلقاء المقاولون العرب مع سموحة في الخامسة، ثم بيراميدز يواجه الأهلي في السابعة والنصف. إن شاء الله مباراة هايلة، مباراة في منتهى الجمال، مباراة إن شاء الله تكون مثيرة جدا كعادة مباريات بيراميدز والأهلي منذ انضمام بيراميدز لمجموعة الأندية الكبيرة في الدوري المصري. دايما بنستنى مباريات كبيرة من بيراميدز، زي بالتأكيد لما بنستنى مباريات كبيرة من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والأندية الكبيرة في الدوري الممتاز. مباراة بيراميدز والأهلي فيها السابعة والنصف إن شاء الله على استاد الدفاع الجوي. وفي كأس إيطاليا إن شاء الله النهاردة في مباراة أيضا في منتهى الأهمية، هو الديربي ميلان الشهير، واحد من أشهر الدربيات في العالم. إنتر ميلان يواجه إيس ميلان في العاشرة إلى ربع بإذن الله. مباراة جميلة كمان، إنتر السنة دي رائع وميلان أكثر روعة. ميلان أخيرا يعود للأجواء الإيطالية مرة أخرى بعد فترة من الغياب والابتعاد التام عن المنافسة في كل البطولات. اليوم ميلان في صدارة الدوري الإيطالي، اليوم ميلان ينافس على كأس إيطاليا. أما في الدوري الإنجليزي وكل مبارياته أيضا دائما مباريات كبيرة ومثيرة، نيوكاسل يونايتد يواجه ليدز يونايتد في الثامنة مساء، ثم كريستال بالاس يواجه ويست هام يونايتد في الثامنة مساء أيضا. ويست بروميتش ألبيون نادي أحمد حجازي السابق يواجه مانشستر سيتي في العاشرة والربع، ثم ساوثهامبتون يواجه أرسنال في العاشرة والربع. سؤال حلقتنا النهاردة هو يتعلق بهذه المباراة، المباراة الكبيرة اللي هنشوفها النهاردة بإذن الله، مباراة الأهلي وبيراميدز. توقعاتكم لنتيجة هذه المباراة، قولوا لنا آرائكم، قولوا لنا توقعاتكم للنتيجة، للتشكيل، لشكل اللعب. المباراة النهاردة يبقى شكلها عامل ازاي؟ شاركونا وتعالوا نتكلم مع بعض على مدار الحلقة، نسمع اجابات حضراتكم ونشارككم ايضا ارائنا على مدار الساعتين باذن الله. نسيبنا من مباراة الاهلي وبيراميدز شوية، بس هنرجع لها تاني وهنتكلم عنها كتير تاني. بس كان في موضوع امبارح اتطرح في غاية الأهمية. تحديدا أنا من الناس اللي كان ليا رأي في هذا الأمر، ربما يكون مخالف بعض الشيء لآراء كثير من الناس. وإن كان الأندية امبارح في اجتماع مع اتحاد الكرة اقترحوا عودة الحارس الأجنبي للدوري المصري الممتاز، وزيادة عدد الأجانب كمان في الدوري، يبقوا 5 بدون تحديد مراكزهم، يعني عايز حارس، عايز مدافع، عايز مهاجم، مش مشكلة. ده كان اقتراح أمس مع اتحاد الكرة من الأندية المصرية. الآراء اللي طالعة دلوقتي، آراء الصحفيين، آراء النقاد، آراء الإعلاميين، آراء بعض الأندية، إن عودة الحارس الأجنبي بعد غياب 12 سنة كان رحمة الله عليه الكابتن سمير زاهر ومجلسه السابق كانوا أبعدوا فكرة الحارس الأجنبي في الدوري المصري حتى لا يضروا بمنتخبنا الوطني بهذا المركز الحساس في منتخبنا الوطني. ده كان رأيهم وقتها. بس الحقيقة إنه في العالم كله دلوقتي مفيش حاجة اسمها تقفل على مركز وتفتح مركز تاني. يعني ما ينفعش تقول أنا مش هجيب حراس أجانب بس موافق أجيب مهاجمين، وموافق أجيب لاعيبة وسط، وموافق أجيب مدافعين أجانب، بس حارس مرمى لأ. ده ما بيحصلش في أي حتة في الدنيا، أو مش المفروض إنه يحصل كمان، يعني حتى لو بيحصل في بعض البلدان فده مش المفروض إنه يحصل، ده من وجهة نظري، وفي النهاية هي وجهة نظر وسط وجهات نظر عديدة مختلفة في هذا الأمر. طيب هتقول لي ما احنا لو فتحنا الباب لحراس المرمى الاجانب انه يجي الدوري المصري مش هنشوف محمد الشناوي، مش هنشوف محمد ابو جبل، مش هنشوف جنش، مش هنشوف بسام، مش هنشوف عواد، مش هنشوف كل الحراس اللي موجوده في الدوري المصري. هاجي اقول لك ما بعد عصام الحضري، لو تفتكر يعني بعد عصام الحضري لما اعتزل او بدا يكبر في السن حتى هو موجود معانا في البلاعب، ما كناش شايفين حارس بديل لعصام الحضري. احنا بقالنا بس سنتين ثلاثه كده فرحانين بمحمد الشناوي والمستوى الرائع اللي بيقدمه، فرحانين بمستوى جنش، فرحانين بمستوى ابو جبل، بس على فترات. انا لو فتحت الباب لحراس اجانب لازم تفكر في نقطه ايجابيه اخرى،
انه طول ما انت بتستورد انت تقدر تصدر. يعني الان محمد الشناوي عادي يعني ابرز حارس في مصر حاليا، فعشان كده بدي المثل بيه. محمد الشناوي جاله عرض احتراف اوروبي كبير، هل الاهلي سيقبل بالاستغناء عن محمد الشناوي وهو ما عندوش فعليا حارس بنفس الكفاءه ونفس الموهبه اللي عند محمد الشناوي؟ مش هيقبل الاهلي. ليه؟ عشان حتى اللي متاح في السوق في مصر ما يسمحش ان انت تجيب حارس مرمى بنفس كفاءه محمد الشناوي. فانت هتروح وتجيب واحد اجنبي. لو جبت واحد اجنبي هتبقى الدنيا اسهل، هتعرف تجيب من سوق مفتوح اكتر، هتعرف تروح لجنوب افريقيا، هتعرف تروح للكاميرون، هتروح تعرف تروح لنيجيريا، هتعرف تروح لدول كتير، هتروح لغانا تجيب منها حارس مرمى كفء يبقى موجود معاك بدل محمد الشناوي. اللي هيبقى فين؟ اللي هيبقى في نادي اوروبي كبير. لو تلاحظوا احنا ما عندناش حراس مصريين بره مصر، كلهم موجودين معانا هنا، عشان ده الاستغناء عنه بيبقى صعب جدا، صعب نادي يستغنى عن حارس المرمى بتاعه الاساسي الموهوب. فدايما ما عندناش حارس مرمى خارج مصر. انا تقريبا على ما اتذكر اخر حارس، على ما اتذكر يعني لما ذكرت تجيب يعني، كان نادر السيد، وطبعا عصام الحضري الفتره القليله اللي قعدها بره مصر تحديدا في سيون يعني، بس فتره احتراف طويله يعني شويه كانت نادر السيد. بعد كده ما عندناش حراس مرمى بيحترفوا، ما عندناش. ده غلط. احنا المفروض نشجع الاحتراف. اي دوله في العالم بتعرف تستورد كويس بتعرف تصدر كويس. واديك مثال طبعا مع الفارق عشان ما تجيش تقول لي احنا مش شبههم في حاجات كتير، بس يعني مثال واضح. فرنسا بطلة العالم، اكبر دوله مصدره للاعبين واكبر دوله مستورده للاعبين، بطلة العالم. برازيل اكتر دوله مصدره للاعبين وشويه بتستورد لاعبين، بتعرف تجيب لاعبين كتير في الدوري البرازيلي. برازيل وقوه البرازيل، انجلترا واسبانيا وكل المنتخبات الاوروبيه الكبيره. السعوديه اقوى دوري عربي الان، اقوى دوري عربي الان، ده شيء واضح للجميع يعني، في منافسه كبيره بين كل الانديه في الدوري السعودي. فتح الباب للاحتراف، فتح الباب لاستورد لاستيراد اللاعبين، فتح الباب لتصدير اللاعبين. الامور دي تخلي عندك دوري قوي. لما يبقى عندك دوري قوي هيبقى عندك قاعده ناشئين قويه، هيبقى عندك الفرق اللي في وسط الجدول قويه جدا، فتقدر تاخد من لمنتخب مصر منها. يعني مثلا لو الاهلي والزمالك استورد لعيبه كتير وبقى عنده حارس مرمى ومدافع ومهاجم، والكلام بالمناسبه يعني كان اتقال قبل كده ان احنا كمان عايزين نوقف استيراد المهاجمين، او يعني ناخد نجيب لاعبين من بره مهاجمين يعني، عشان احنا ما عندناش مهاجمين غير مصطفى محمد، ودي حاجه يعني غريبه جدا غريبه. ما انا ممكن اجيب بقى لعيب من بره اقول عليه لعيب وسط ملعب والعبه مهاجم. دي منتهى الكوميديا بقى، انه يقول لك وقف استيراد المهاجمين. طب يا سيدي انا اشتريت اللعيب اللي اسمه اوتاكا تمام، وانا بقول عليه جناح مش مهاجم. انا كمدرب بقى انا بشتريه عشان هو جناح مش مهاجم، وابقى لعبه مهاجم. دي طبعا دي نقطه عابره. ولكن طول ما انت بتعرف تجيب لعيبه بكواليتي كويس هتقدر تودي لعيبه بشكل كويس. وكنت بقول لكم على انديه الوسط في انجلترا مثلا، هتلاقوا قائمه منتخب انجلترا كتير قوي من اللاعبين من انديه الوسط في الدوري الانجليزي، عشان الدوري كله بقى قوي. الدوري كله بقى قوي يعني، لو ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي كانوا بيعملوا كده بيجيبوا لعيبه اجانب كتير، فانت عندك برضه ليفربول بيطلع للمنتخب الانجليزي لعيبه مهمه، ارنولد وهندرسون افضل لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي بيطلع لعيبه كويسه، مانشستر سيتي بيديهم ستيرلينج، وهكذا. في لعيبه بتطلع من الانديه الكبيره بس كمان هتاخد من انديه الوسط، عشان انديه الوسط بقت انديه قويه جدا لما فتحت باب الاحتراف. لما فتحت باب الاحتراف والانديه الغنيه جابت لعيبه زي الاهلي الزمالك بيراميدز، انديه الوسط بقت قويه كمان باللعيبه المصريين، وتحصل منافسه كبيره جدا. ده بجانب طبعا زي ما قلت لكم ان احنا بنفتح الباب لتصدير اللاعبين المميزين في الخارج. عموما ده رايي، زي ما قلت لكم مستاراء عديده وكثيره في هذا الامر ومعظمها اراء مختلفه، ولكن نروح احسن لشيخ مدربي حراس المرمى في مصر، واحد من افضل من شغلوا هذا المنصب في تاريخ منتخب مصر الاسم الكبير، كابتن فكري صالح. كابتن فكري صباح الفل على حضرتك.
صباح الفل يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ طمنا عليك. والله انا يعني في دوله الامارات في نادي الشرق، لان كان في دوره لمدرب الحراس هنا على مستوى عالي جدا رغم ظروف الكورونا، ولكن منظمه تنظيم غير طبيعي، وكانت الافتتاح النهارده وكان جميع المسؤولين موجودين، وطبعا كابتن حسن اسماعيل ده المشرف على حراس مرمى نادي الشرق هو اللي جاي يعني قايم بالدور الكبير فيها، والحمد لله النهارده كان في نجاح غير طبيعي وتوفيق من عند الله في هذه الورشه، هي مستمره لغايه بكره ان شاء الله. عظيم. رايك ايه يا كابتن فكري في التوصيه بتاعت الانديه امبارح مع اتحاد الكره الخاصه بعوده الحراس الاجانب للدوري المصري؟ هو رأيي واضح، لأن كان الموضوع ده أثير أيام الجنرال العظيم محمود الجوعي وإحنا موجودين، ويمكن كانت التوصية بتاعتنا عدم وجود موضوع الحراس المرمى إلا كفرز أول. يعني إيه فرز أول؟ يعني زي فيلان طوالي. يعني أي نادي، لأن ده سوق مفتوح ممكن أجيب واحد بخمس فاخ وعشر فاخ، وكان في وقت من الأوقات لو تفتكر كان في 11 نادي عندهم جوان محترفين، وبالتالي انت كنت بتصغر قصة او بتأثر بالسلب على المنتخب الاول، لان لما يبقى عندي النهاردة خمس جوان بس مصريين انت بتختار منهم اربعة، يعني مشكلة. فطبعا انا مش مع القرار ده نمرة واحد، لان القرار ده اضر في وقت من الاوقات بالكره المصريه. اثنين، هتلاقي بعض الاراء يقول لك يعني ايه يا عم فكري، هو الاحتراف في ان انا فتح الاحتراف والاجوال لا. لان المفروض لو انا هجيب جون محترف يبقى فرز اول. فرز اول يعني انا زي ما اديت مثل كده بفيلان طوار لما كان موجود في نادي المقاولين العرب، بتبقى دي علامه مميزه وفي نفس الوقت بيطلع جديد. ويمكن التجربه دي دوله الامارات اللي انا موجود فيها حاليا هي نفس القصه، منع الاجوان او منع الاحتراف بالنسبه لحراس المرمى، لان كده انا بشيل فرصه من حراس المرمى ان يبقى عندي حراس مرمى مميزين كمنتخب مصر او منتخب الامارات. وممكن بعد ما اخلص الكابتن حسن اسماعيل حضرتك ممكن هو قاعد معايا دلوقتي لان احنا لسه مخلصين اليوم الاول في الورشه، فممكن برضه يدلو بدلو بالنسبه حتى للامارات هنا الوضع ايه، لان هو شيخ مدربي حراس المرمى في الامارات يعني. يا ريت. انما انا رايي انا رايي الشخصي هذا القرار غير في صالح الكره المصريه كمنتخب مستقبلا، الا اذا كان قال لك الاحتراف ولكن كفرز اول. طيب كابتن فكري يعني هسألك سؤال، مش ده ممكن يدينا فرصه؟ ما احنا مش شايفين برضه حراس مصريين بيطلعوا للخارج، مش فرصه ان احنا نستورد حراس فيبقى عندنا فرصه ان احنا نصدر حراس للخارج، وده برضه هيفيد منتخب مصر بدل ما احنا، انت فاكر اخر حارس مرمى يعني نادر السيد عصام الحضري، وعصام الحضري كانت كمان تجربته قصيره في الاحتراف الخارجي، ومفيش الانديه ما تسمحش لحراسنا ان هم يخرجوا. اتفضل كابتن كريم. فضل. هو نادر ما راح احترف بره احترف عن طريق البطولة الأفريقية والأداء المميز بتاعه في بوركينا فاسو، هو اللي فتح له باب الاحتراف. فاهمني؟ فكذلك أي حارس مرمى، إنما بالعكس هبيع مين؟ إذا كنت أنا دلوقتي ومش قادر أبيع، طب هبيع أما يبقى عندي ثلاث أجوان ولا أربعة هم اللي بيلعبوا في الدوري والباقي كله محترفين. يبقى أنا هبيع، ده بالعكس أنا هسوق الأجوان الأجنبية اللي جاية عندي. لان ممكن تيجي لي خامه كويسه قوي وما يكونش فرز اول وملوش اسم ويبقى هيتسوق عندي هنا ويتباع بره، يبقى انا بالعكس انا بشيل فرصه الحارس المصري ان هو حتى يحترف. ليه؟ لان هو ما بيلعبش، لان اللي بيلعب جون انا جايبه من بره. صحيح. فالمين اللي هيتشاف الجون اللي قاعد، طب ازاي انا هبيع بقى لعيب ما بيلعبش؟ فكل الناس اللي احترفت بره يا كابتن، حتى عصام الحضري لما احترف بره كان عن طريق بطوله افريقيه. يعني عن طريق المنتخب. فانا هذا القرار غير صالح للكره المصريه او مستقبل الكره المصريه. وبعدين انت لما بتتكلم على دوله زي البرازيل او فرنسا، دي
في صناعه متنظمه، احنا عندنا الصناعه غير متنظمه بصراحه، واللي يزعل مني يزعل. طيب ما احنا عايزين ننظم بقى كابتن فكري، يعني هي فرصه ان احنا نبدا نتطور. ما هو عشان حضرتك تتطور لازم تعمل كل، مش جزء وجزء، لازم جميع الاجزاء في وقت واحد. جميع الاجزاء تصلح، انما انت هتعمل كل يوم تجربه. احنا جربنا قبل كده، طب ليه احنا لغينا؟ هو احنا قبل كده كنا مش فاتحين، كنا فاتحين دخلت الاجوان، وبالتالي اما كان بقى لها تاثير عكسي. حتى انا بحكي لك ايام من الكابتن جوهري، وبعديه حتى بعد كده الكابتن حسن شحاته، وطلع القرار يمكن ايام الكابتن حسن شحاته ممنوع وجود حراس مرمى اجانب، لان كان له تاثير سلبي على المنتخب. صحيح. بس فهو دي القصه. صحيح. ومعاك الكابتن حسن اسماعيل لو حبيت تعرف كمان، لان الناس مانعين هنا في دوله الامارات هذا البند. مع حضرتك. صحيح. كابتن حسن اتفضل. السلام عليكم كابتن. اهلا بيك يا فندم، مشرفنا ومنورنا. احنا هنا في موضوع. اهلا بيك يا فندم. احنا موضوعنا المثير للجدل يمكن شويه هو عوده او قرار بعوده انه عوده حراس الاجانب للدوري المصري، رايك في هذا الامر ايه؟ والله احنا يمكن كان في رؤيه سعد، يعني معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان 1000 لاعب محترف، واحنا كمنظومه حراس مرمى اخذنا 100 حارس محترف ضمن المبادرة هاي تكون تواجد. اليوم مركز حراس مرمى، طبعا مركز حراس مرمى مركز له ثقل كبير على المستوى، خلينا نقول المصلحة العليا هي منتخب الوطن اللي يمثل الدولة، والتسويق قمة التسويق تكون من خلال مركز حراس مرمى. اليوم حراس مرمى إذا أنت جبت حراس مرمى حراس البلد الموجودين ما تاخذ فرصة وتتطور من خلال مشاركات البطولات الإفريقية، من خلال الأندية التجربه تكون اقوى، من خلال مشاركات المنتخب. اذا احنا اخذنا هذا المركز وديناه لناس ثانيه مش حتفيد المنتخب ولا حتسوق في اللائحه الاحترافيه، احنا نقول اذا نظرنا الى اوروبا لها معايير فنيه في التعاقد مع حراس من خلال تواجد حراس من برا. يعني اليوم نشوف قله من الحراس الافارقه موجوده في اوروبا، لانه في معاييرنا تواجد، لازم تواجد حارس تكون عنده 75 مباراة دولية مع المنتخب، نفس اللي حاصل في الدوري الانجليزي. فصايرة الناس جالسة حاطة قواعد وشروط التمرين، لكن الحالة هاي مثلا في الامارات كانت الفكرة مطروحة، واحنا كمسؤولين عن حراس مرمى في دولة الامارات عبدينا الوجهة الفنية انها حتحجب الفرصة عن 14 حارس في الدوري في خلال الاندية. بالعكس اليوم عندنا حراس شبان طلعوا وخذوا فرصتهم، صاروا تواجدهم في المنتخب الوطني، فصار عندنا اكثر من حارس مميز بجانب العناصر الخضراء. مصر طبعا دوله ولاده حراس مرمى، اذا ذكرنا على تاريخ مصر الكبير من مرحوم عادل ثابت البطل ويديل كابتن احمد شوبير وكابتن عصام الحضري، اليوم احنا نضرب دائما في مصر الكره العربيه والكره العالميه، تضرب مثال صناعه حراس مرمى من خلال كابتن عصام الحضري يتواجد في العمر الكبير. فاحنا يمكن هذه النقطة خلينا نروح للجانب الفني والتسويقي للكرة العربية والمصرية بالذات، ان اليوم احنا ضد هذا القرار لانه حيتحجب عن الحراس اللي طالعين من المراحل الفنية بفرق هذه. يمكن اليوم احنا قبل مصر كان لها يضرب مثال من خلال تواجد المهاجمين اللي كابتن محمود الجوهري، محمود الخطيب، كابتن حسن شحاته، يعني كانوا النجوم الكبار حسام حسن. اليوم لما يبنى فتحنا الاجانب وجبنا الاجانب قمه، اليوم تواجد المهاجم الكبير، يعني المهاجمين اللي خذوا خبرات من الدوري واحترفوا برا. فطبعا شوف حتى النظره الفنيه لازم تقل، بالعكس انا اطالب بتقليل وتخليص تواجد الاجانب، لان اليوم العدد اشوفه كبير. المفروض يكون مصر دولة فيها 110 مليون تعدادها، هي المفروض تصدر لاعبين الخارج زي ما كان زمان بتصدر للدول العربية، وزي تواجد كابتن محمد صلاح في الدوري الانجليزي وكابتن
تكون مني، وفي نجوم يعني مصر المفروض تكون هي خطوه تسويقيه تسوق لاعبينها برا من خلال تألقها في الدوري. صحيح. كابتن حسن اسماعيل مدرب حراس مرمى المنتخب الاماراتي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا، وايضا الشكر موصول للكابتن الكبير كابتن فكري صالح عميد حراس او مدربي حراس مرمى منتخبنا الوطني الاسم الكبير في الكره المصريه. دي اراء مختلفه واراء واضحه في هذا الامر، او يمكن حتى الان الاراء مش مختلفه، انا يمكن انا اللي مختلف بس بعض الناس يعني ممكن يكون ارائهم زي رايي، بس الراي الغالب انه بلاش، يعني سيبكم من رايي انا دلوقتي، انا رايي على جنب، بس الراي الغالب بيقول بلاش بلاش عشان خاطر منتخبنا الوطني. هو في النهاية الأندية بتفكر في نفسها طبعا ومصلحتها وشغلها الفني، وإن أنا ما يبقاش عندي حارس كويس أقدر أجيب حارس من بره مصر، الأندية بتفكر أكيد في نفسها، بس الرؤية من خارج الأندية بتبقى رؤية أكبر شوية لمنتخبنا الوطني. هل منتخبنا الوطني هيتضرر من ده؟ يعني أنا بصراحة مثلا لو أنت بصيت على الثلاث أندية إسبانية كبرى، تمام، ريال مدريد برشلونة واتلتيكو مدريد، ريال مدريد تيبو كورتوا، برشلونة تير شتيجن، اتلتيكو مدريد اوبلاك، الثلاثة مش اسبان، الثلاث حراس مرمى مش اسبان، فاكبر ثلاث اندية في اسبانيا، وحارس اسبانيا الاساسي هو انخيل ديخيا بيلعب في مانشستر يونايتد في انجلترا خارج الدوري الاسباني. طبعا هتقولي ده مش هيحصل معانا بكرة، واكيد هنتأثر، ممكن نتأثر بكرة شوية، بس في النهاية لا، هو مركز زي ما انا بتعامل دايما مع حراسه المرمى انه مركز ممكن يحصل لك فيه بعض نقاط الضعف على فترات، زي المهاجم قبل مصطفى محمد احنا عندنا مشكله في مركز المهاجم في منتخب مصر، ده بسبب انه بس عندنا مهاجمين اجانب كتير. لا، ما مصطفى محمد لعب على مهاجمين اجانب خلاص، يعني لو انا عندي موهبه في مصر هتلعب، لو عندي موهبه في مصر افضل من اجانب غصب عن الكل هتلعب. نفس الامر في حراسه المرمى، لو عندي حارس مرمى كويس يا محمد الشناوي، لو الاهلي جاب دلوقتي حارس اجنبي، ما محمد الشناوي هيلعب عليه فرضا، يعني ما هو الموهبه بتفرض نفسها، بس انا ما عنديش موهبه اصلا كده كده المنتخب هيتضر، ما هو مش المفروض العب وخلاص، مش المفروض ابقى موجود وخلاص. تاني، احنا عانينا فتره من مركز حراسه المرمى في منتخب مصر، عانينا وما كانش فيه اجانب، فالموضوع ملوش علاقه بالاجانب، ليه علاقه انه في موهبه ولا ما فيش موهبه الفتره. يعني مثلا هديكم مثال كويس، مركز الظهير الايسر في منتخب مصر في معاناه ولا مفيش معاناه؟ في معاناه. الاجنبي الوحيد اللي بيلعب في هذا المركز في مصر هو علي معلول، وظهير ايسر بتاع الجونه ايضا، بس علي معلول بس. هل ده اللي مأثر على المركز في الكره المصريه؟ هل ده اللي مأثر على المركز في منتخب مصر؟ لا طبعا، هو عندنا نقص في هذا المركز، عندنا نقص في المواهب في هذا المركز، مش عشان وجود الاجانب، والا كل ما يبقى عندنا نقص في مركز نقول لا خلاص احنا مش هنجيب بقى ظهير ايسر للكره المصريه لحد ما المركز ده يتظبط معانا، مش هنجيب مهاجم، مش هنجيب حارس مرمى، هنفضل ننقي مراكز، وده ما بيحصلش في اي حته في الدنيا. ما انت يا بتفتح يا بتقفل، يعني انت ممكن تقول ايه، انا مش هفتح، يعني هقول لكم المعايير اللي انا متصورها، يعني انا مش هفتح الباب للاجانب خالص، او انا هفتح الباب للاجانب بنسبه معينه اللي هو خمس لاعبين نص الفريق تقريبا، هفتح الباب للاجانب، بس المعايير بتاعتي ايه؟ انه اللاعب اللي يجي مثلا يلعب في الدوري المصري يكون لاعب دولي مثلا، حقي ممكن افكر كده، تمام، ممكن افكر ان اللاعب اللي يجي في الدوري المصري يكون عنده نسبه مباريات دوليه كبيره، ما تبقاش نسبه قليله مثلا، معايير تتحط عشان نضمن انه يبقى عندهم كفاءه اكتر من الموجودين، بس مش هنجيب طبعا لعيبة أقل كفاءة من الموجودين. رأي آخر من واحد من المدربين الكبار في الكرة المصرية، مدربين حراس المرمى الكبار في الكرة المصرية، كابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق البنك الأهلي والمدرب السابق لحراس مرمى النادي الأهلي. كابتن طارق صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا كابتن كريم، ازيك عامل ايه؟ مشرفني ومنورني. ربنا يكرمك. قولي رأيك في هذا، قولي رأيك في هذا الأمر، أمر مثير للجدل ومن امبارح الناس كلها بتتكلم عليه. والله يا كابتن كريم ما فيش شك طبعا ان انا شايف ان القرار ده يعني هيضر الى حد كبير بالمركز حراسه المرمى سواء في الانديه او في المنتخب. لان المركز ده طبعا انت عارف المركز ده صناعه وبتاخد وقت طويل جدا جدا جدا، وكان في فتره من الفترات كده من حوالي 11 سنه تقريبا كان في
16 حارس مرمى موجودين في الدوري المصري. يعني انا فاكر كويس جدا جدا لان انا كنت اتكلمت في الكلام في الموضوع ده كتير قوي قوي قوي. لازم مركز حراسه المرمى ده يبقى فيه استثناء، لان انت وارد من وارد في بعض الاوقات، يعني مش هنقول دلوقتي، ممكن يبقى النادي الاهلي ونادي الزمالك عندهم حراس مرمى ما شاء الله، يعني سواء الشناوي ابو جاب او حتى علي لطفي وموجود جنه موجود مصطفى شوبير، وفي يعني حراس واعدين طالعين في الاهلي وفي في الزمالك. فمركز حراسه المرمى ده وارد في سلام السنين. تبص تلاقي النادي الاهلي حارس مرمى النادي زي صحيح. النادي الاهلي كان موجود عنده رمز صالح. رمز صالح ما هو حارس مرمى ما ينفعش انه يبقى موجود في النادي الاهلي يلعب منتخب مصر. فالنادي الاهلي دايما الانديه الكبيره دي لما يجي النادي الاهلي يجيب حارس مرمى النادي نادي الزمالك. طب انا انا كراجل بقى موجود في منتخب مصر مدرب حراس مرمى او جهاز فني منتخب مصر بدا اختار لحراس مرمى منتخب، يبقى انا هستبعد الاهلي واستبعد الزمالك. فانا بستبعد اهم ناديين واهم اثنين حراس مرمى موجودين يلعبوا منتخب مصر. وايه المشكله يا كابتن؟ يا كابتن طارق ايه المشكله؟ يعني مثلا رحت جبت حارس انا ومنتخب مصر، انا مدرب منتخب مصر، ورحت جبت حارس الاتحاد السكندري او حارس المصري او حارس الاسماعيلي. لا مشكله كبيره جدا. قول لي جدا بقى. ليه؟ مشكله كبيره جدا. بص يا كابتن، انا مش بقلل من حراس مرمى الموجودين في الدوري المصري بعيد عن الاهلي والزمالك خالص. بالعكس. طب ما الشناوي ده كان في بتروجيت ولعب كتير جدا بره النادي الاهلي، صحيح، سواء في الجيش او في الحرس الحدود او في بتروجيت. صح. وفي محمد بسام دلوقتي بيروح المنتخب وهو بيلعب في طلائع الجيش. ما كابتن بيروح ثالث. هات لي كابتن، انا بتكلم ارقام. انا ما بقولش كلام، انا ما بتكلم ببقى عارف انا بقول ايه كويس جدا. اتفضل يا فندم. وكلامي بيبقى كل كلمه بقولها ببقى اعنيها. عظيم. هات لي على مر التاريخ كده اخر 40 سنه اخر 50 سنه حارس مرمى لعب اساسي منتخب مصر بره اهلي وزمالك. اساسي ده انا بتكلم في ايه؟ مش 10 ماتشات، مش في ماتشين، مش في ثلاثه، مش في بطوله، انا بتكلم اساسي عدى 100 مباراه. اخر 40 سنه اخر 50 سنه هتلاقي النادي الاهلي 80% او 90% النادي الاهلي. الاستثناء الوحيد اللي كسر القاعده دي وعدى 100 مباراه دوليه بره النادي الاهلي هو كان نادي الزمالك. في نادي الزمالك. فانا بقول ليه النادي الاهلي او نادي الزمالك؟ لان النادي الاهلي انا كنت في نادي المولى عرب، كنت بروح منتخب، كنت بروح رقم ثلاثه. وانا على فكره انا ما بقولش ان انا مش بقول قليل او محمد بسام او الحراس اللي بيروحوا هو الشناوي لما كان مش كان بيروح ثالث من جوه بتروجيت؟ يلعب منتخب مصر الشناوي لما كان في بتروجيت؟ لا. النادي الاهلي يا كابتن كريم اللعب في النادي الاهلي مختلف، لانك انت بتلعب هو الاتحاد السكندري بيلعب افريقيا؟ لا. بيلعب منتخب افريقيا؟ هو نادي الزمالك هو اي نادي ثاني بيلعب ماتشات افريقيا غير الاهلي والزمالك؟ والشناوي مش بيلعب كاس عالم للانديه؟ الشناوي مش بيلعب ماتشات مع فرقته مسافات قريبه جدا من الماتشات اللي موجوده فيها المنتخب سواء. فعشان كده بقول لك ان حارس مرمى في النادي الاهلي بيلعب تحت ضغوط جامده جدا بتساوي ضغوط منتخب مصر. نادي الزمالك لما الحارس بيلعب في نادي الزمالك برضه بيساوي الضغوط اللي موجوده في منتخب مصر. صحيح. فانا بقول لك واقع حراس مرمى النادي الاهلي ونادي الزمالك هم بيبقوا اقدر حارسين مرمى يمثلوا منتخب مصر. طيب ليه؟ عشان الحاجات اللي بقول لك عليها دي. طب كابتن طارق انت تفتكر ليه الانديه امبارح اقترحت هذا الامر؟ يعني ليه الانديه مش حاطه في اعتبارها الكلام اللي حضرتك بتقوله ده رغم ان هو كلام منطقي وذكي؟ ليه الانديه اقترحت ده؟ ما انا مش فاهم يا كابتن كريم بقى، ما دي المشكله. ما انا مش فاهم يعني الانديه دلوقتي كل نادي بيتزور على يعني النادي كل نادي يقول لك انا ما انت هتبدا بقى تستثمر واحده واحده هتلاقي واحده واحده نادي مش ما عندوش الحارس مرمى ما عندوش مش عارف ايه يقول لك هيجيب حارس اجنبي. في حراس مرمى اجانب كتير جدا هيجوا بملاليم. يعني في حراس مرمى اجانب زي ما كان موجود انا قلت لك كان موجود في 16 حارس مرمى اجنبي موجود في الدوري المصري. فهتلاقي مع الوقت ممكن تلاقي حراس مرمى اجانب في الدوري المصري بدليل كان النادي الاهلي نفسه كان في حارس مرمى اجنبي، كان في رمزي صالح. طبعا. فكان انا كاختيار منتخب مصر حساسا النادي الاهلي بقى من الاختيار دلوقتي. مش هختار حد من النادي الاهلي، رمزي صالح موجود يبقى اختيار النادي الاهلي دلوقتي مش موجود. فانا بقى انا اختيار مركز حراس المرمى ده هيبقى صعب جدا بالنسبه للمنتخب. انا بقول لك النادي الاهلي عنده الشناوي دلوقتي مش هيجيب، نادي الزمالك عنده ابو جبل. انما في انديه كتير هتبدا تجيب حراس مرمى اجانب من بره وهتبقى في مصر هتشتغل على الكلام ده وهتلاقي حراس مرمى يجوا ملاليم. وياخدوا اماكن. احنا عندنا حراس مرمى واعدين دلوقتي بس الكلام ده ما اتحققش في يوم وليله. هو محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر ده ما اتحققش في يوم وليله، خد وقت. عمر رضوان ما شاء الله بيأدي اداء رائع، انا بعتبره من افضل حراس مرمى موجودين في الدوري المصري الموسم ده لحد دلوقتي. صح. مع اسوان. صح. عندك محمود جاش في اندي. هي. عندك مصطفى شوبير في النادي الاهلي، عندك احمد طارق سليمان ممكن. صحيح. انا بقول لك في حراس مرمى كتير دلوقتي موجودين في الدوري. طيب بالمناسبه يا كابتن طارق، وهو موضوع بعيد عن هذا الامر، رايك ايه في مستوى علي لطفي والضغط اللي بيتعرض ليه وانت اشتغلت مع علي لطفي وعارف علي لطفي كويس؟
بص يا كابتن كريم، غير مبرر طبعا، وانا مش فاهم ليه كده. يعني انا مش فاهم، يعني في الولد عنده، الولد لعب السنه اللي فاتت ما كانش الشناوي، لما الشناوي في اخر الموسم ما لعبش، علوف ادى اداء طيب جدا مع النادي الاهلي. وبعدين هو بعيد عن المباراة يا كابتن كريم، بقاله فتره كبيره قوي. يعني علي روسي بقاله فتره كبيره اكثر من سنتين هو بديل، وبيلعب كل فتره كبيره جدا جدا جدا، لعب ماتش او اثنين او ثلاثه. وغير كمان في ماتش، حتى في ماتش من الاولين اللي فات ده، هو عنده خطا، وارد خطا 100% طبعا. مش انكر الكلام ده، عنده خطا في الجول طبعا، خطا كان في تمركز، كان واقف تحت قوي، لا كمان كان تقديره للكوره كمان مش كويس. انما في الشوط الثاني طلع فاول اعجازي، والولد جول موهوب، عنده موهبه فاشله. يعني علي روسي جول موهوب، اللي بيتكلم على روسي ده مش فاهم حاجه، مع احترامي لكل الناس اللي بتنتقد علي روسي، اللي على السوشيال ميديا واللي عامل هجوم على علي روسي، انا بعتبر روسي ده من افضل الحراس مرمى موجودين في مصر. والله الكلام اللي بقوله ده انا عارف، انا بقولي كويس جدا. انا مرات علي روسي في انبي ست شهور قبل ما نيجي النادي الاهلي، ولما جبنا علي روسي يا كابتن، احنا كنا موجودين لما جبنا علي روسي وجبنا الشناوي، واحنا جايبين الحراس مرمى، وعارفين ان عندهم قدرات عاليه جدا. صحيح. فاول ده صعب جدا جدا جدا، فاول صعب يعني. صحيح. عايز يقول كويس، حتى بتشوفه بيضرب العارضه، بيضرب القائم بايديه، لان هو شكل زعلان من الهدف بتاع الشوط الاولاني. انا وارد يبقى في خطا، انما عايز يقول كجول موهوب. الكوره دي صعبه جدا بصراحه. الكوره دي صعبه جدا يعني. صحيح. عشان كده انا بقول لك الولد جول موهوب. صحيح. فالناس اللي بتنتقد على الوقت دي، ناس مش فاهمه حاجه. مش فاهمين حاجه. ناس مش فاهمه حاجه في الكوره، معلش مع احترامي لكل الاراء اللي بتتكلم. لا، انت عندك جول موهوب، وعندك جول عنده قدرات عاليه جدا جدا، شوف هنا القرار عامل ازاي. شوف الكوره دي يا كابتن كريم، هتلاقي القرار هنا، بص شرم الكوره الشوط الاولاني، لا كان في تاخير في كان واقف في تمركزه، كان واقف تحت شويه، وكمان بقى كمان تقديره ان هو هيلحق الكوره قبل المهاجم ما كانش كويس. احنا بنعترف ان في خطا طبعا، خطا لعلي لطفي، بس انما مش معنى ان في خطا ان انا ابقى يعني يبقى في هجوم عليه بالشكل ده. اتفق معي. انا متاكد تماما ان حراس المرمى عندنا في مصر، حراس مرمى ما شاء الله، حراس مرمى كويسين جدا جدا في كل الانديه، وبيبقى عندنا قاعده كبيره من حراس المرمى موجودين في مصر. فما جيش انا بقرار، مع احترامي يعني اصحاب القرار اللي هم الانديه دلوقتي اللي كانوا قاعدين امبارح وخدوا قرار كده، والقرار ده ممكن يضر الكره المصريه ويضر منتخب مصر فتره كبيره جدا. انا ما بتكلمش على الشهر اللي جاي او السنه اللي جايه، انا بكرر لو القرار ده فضل مكمل فتره كبيره، هتلاقي مع الوقت هيبدا الانديه تبدا تجيب، فهيبدا تقضي على مركز مهم جدا. واحنا النهارده لما بنتكلم على مركز راس حرب في مصر يا كابتن كريم، انت ما عندكش غير مصطفى محمد، وعمال تدور يمين وشمال، وعمال عشان تطلع حد تاني. لان معظم انديه الدوري الممتاز دلوقتي بقى عندها فراوده اجانب، بما فيهم النادي الاهلي، بما فيهم النادي الوحيد دلوقتي اللي موجود في مصر مصطفى محمد، وبنتكلم عن محمد كبير دلوقتي في النادي الاهلي. لا، في مراكز احنا مش زي اوروبا. يعني لما بنتكلم على اوروبا كابتن كريم، بتلاقي مثلا منتخب اسبانيا ما عندوش في اكبر ناديين في اسبانيا حد بيلعب زي مثلا دخيا. لسه كنت قايل انا بتكلم على القصه دي، وكورتو بس عنده بره. عنده بره فين؟ عنده دخيا، وعنده رينا، وعنده عنده حراس مرمى كتير موجودين في دوريات جامده جدا. تمام. لما بتتكلم على منتخب فرنسا، مش هتلاقي مثلا في زي مثلا باريس سان جيرمان، هتلاقي عنده ليوريس بيلعب فين؟ توتنهام في الدوري الانجليزي. صحيح. وباريس عنده نافاز. بالظبط، انا اتفق معاك. بتكلم على البرازيل، هتلاقي البرازيل عنده بره اليسون، وعنده ادريسون في مانشستر سيتي. فبقدر اجيب من بره، عندي حراس مرمى بيمثلوا المنتخبات بتاعت بره. أكيد. انما انا عندي ما عنديش واحد بس محترف في دوري كبير. فعشان كده انا بقول ان انا ما عنديش اختيارات غير من النادي الاهلي والنادي الزمالك وبعض الانديه. مفهوم. لكن المركز ده مستقر جدا 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 في مصر. صحيح. كابتن طارق سليمان، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاضافه المهمه في هذا الامر، وزي ما قلت لكم اراء كلها في اتجاه واحد، وهو عدم تواجد الحراس الاجانب في الدوري المصري. لعل وعسى واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ حراسه المرمى في الكره المصريه، الكابتن الكبير كابتن عادل مأمون، ممكن يكون عنده راي اخر. كابتن عادل، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا كابتن كريم، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك حبيبي، صباح الخير على مشاهدينك. اشكرك يا فندم. اراء حضرتك ايه في هذا الامر، حراس اجانب مره اخرى في الدوري المصري؟ طبعا القرار ده قرار غير مدروس. طبعا، لان كده انت بتحجب عن حراس مرمى موهوبين طالعين في الدوري من السنه اللي فاتت، ومطالعين محمود جابر على احمد السعداني على اسحاق شوبير على محمد صبحي على مش عايز عشان ما انساش حد،
النادي الفرق الحراس دي اصلا هي الماتشات اللي هتجيبها. لو انت انت كده قضيت على اجيال في حراسه المرمى. مش عايزين نقلد مسؤولي معلش المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه دلوقتي ما عندهاش جول يلعب منتخب، ولو لعب جول المنتخب بيغرق الفرقه. لان جايبين كل حراس المرمى من اوروبا ومن الجزائر ومن المغرب ومن تونس. كل الحراس ديت مش هيفيدوا الا نفسهم، انما مش هيفيدوا غير الفرقه بتاعتهم فقط غير، انما مش هيفيدوا المنتخب. احنا اساس الدوري ايه عندنا في مصر؟ عشان ايه؟ عشان نعمل اكبر نقدر نعمل احسن توليفه للاعيبه منتخب مصر. حتى انت لما تلاعب تيجي تلاعب لي واحد اجنبي، فين الحارس المرمى اللي هيلعب؟ تقول احمد الشناوي، محمد الشناوي. محمد الشناوي ممكن يتعاطى في اي لحظه، ممكن يحصل اي مشكله. هندور مين؟ ابو جبل نفس الشيء. يعني هم الوحيدين المستقرين هو النادي الاهلي والنادي الزمالك. النادي الاهلي ما عندوش غير حارس واحد، وبعدين لما علي لطفي برضه بيتظلم لانه ما بيلعبش. علي لطفي كان ايام كان في انبي كان مكسر الدنيا. حارس كويس طبعا، حارس كويس طبعا، حارس كويس هو اخطا تقديره في الدور اللي دخل فيه. والناس بدات اللي مش عارف السوشيال ميديا جدا بتتمنى الاخطاء للاعبين والحراس والمدربين. لا ده مش من اول خطا احكم عليه. اديه الراجل دوت ماتشات، اديله ماتشات في الدوري، اديله ماتشات وديه وشوف بعد كده مستوى ايه واستجابه. امال انت جبته على اساس ايه؟ صحيح. خلينا بعيد عن المسائل، احنا هنتكلم عن حاجه ثانيه. الموضوع ده اتحسم قبل كده في التمرينات لما كان موجود حارس مرمى منتخب الكاميرون من انطوان بيل. وده حارس جيت ايد وسطي انا واكرامي عادل مامور واكرامي وثابت وسطوحي وحليمه بتاع الاولمبي. كل ده كان موجود هو في وسطينا. بس احنا كنا بنحاول نبقى احسن واحسن من احسن الناس الموجودين في الدوري. والحمد لله الناس كانت بتتكلم علينا كويس جدا. ما هي دي النقطه. دي النقطه يا كابتن عادل بعد اذنك لو تسمح لي. ما هي دي مش ممكن تقول لنا ان احنا بالقرار ده ممكن نخلق نوع جديد من المنافسه؟ يعني انت لما تجيب حارس اجنبي تقيل او حارس يا رد معاك يا كريم. لما تجيب لي دلوقتي شغل سماسرة وكلا. لما تجيب لي اسوء حراس مرمى موجودين في افريقيا لانهم بييجوا بمناليم. لا طبعا غير ما بيرفعوش مستوى. لو نفتكر النادي المصري كان عنده حارس مرمى كان بيعمل كوارث. لو مش قادر افتكر يعني الحراس المرمى اللي كانوا موجودين في الدوري كانوا بيعملوا كوارث. مش من دون المستوى وما تسمعش عنهم. دي شغله وكلاء وسمسره مش اكثر من كده. اللي هيتاذي فيها واللي هيضر اكثر ضرر هو المنتخب مصر في الموضوع دوت. لازم نفكر بعقلانيه. احنا كمصريين احنا اللي خرجنا حراس المرمى العظماء اللي كانوا موجودين على الساحه العالميه، وتيجي نجيب من افريقيا. طب انت حتى كمان سوري يعني اللاعبين الافارقه اللي موجودين في مصر اللاعبين دون المستوى قليلين دون المستوى. مش هم دول اللعيبه السوبريت العاليه قوي اللي انت ممكن تكسر بيهم الدنيا. وعلى وانتم شايفين والناس شايفه كل حاجه كلهم على قد الايه. ده شغل سماسرة. هتيجي تاخده كمان حراس المرمى على المركز الاساسي اللي هو 50% من الفرقه. هتيجي كمان يدخلوه يخلصوا على فيت حراس المرمى الموجودين. ده ظلم. لا كمان ده لازم يتدرس ثاني. اي خدوا اللاعبين زي ما انتم عايزين. انما حراس المرمى دي ما حدش يجي جنبها. الامارات ما عندهاش ليه كده؟ الامارات ما عندهاش اجانب ليه؟ عشان حراس المرمى عايزين على المنتخب. لان كل شغلهم الشاغلي هو المنتخب مش الدوري العام اللي احنا ناخده ولا كاس مصر. احنا قاعدين نخرج للناس اللي عليهم نشوف لعيبتنا وحراسنا ومدربينا بكاس العالم في افريقيا. مش هنيجي عشان الدوري بتاعنا مين ياخد الدوري وياخد الدوري عشان ناخد افريقيا ناخد الدوري. صحيح. نجيب حراس مرمى اجانب اعتقد الكلام ده خطر كبير جدا. اتفق معاك كابتن عادل. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. طيب زي ما انتم شايفين في راي او اراء رايحه لسكه واحده، لا مفيش عوده لحراس مرمى الاجانب للدوري المصري. في اراء قليله وانا من الاراء القليله ديت. انا بقول لكم انا رايي من الاراء اللي هي القليله انه افتح السوق واستورد وصدر. النهارده هيبقى عندك حارس كبير اجنبي ممكن حارس مصري نفسه اكتر فتبقى الموهبه اكتر. يعني انا كان من كام يوم معايا الكابتن عصام الحضري وهو بصراحه يعني قال لي في 2 حراس بس ينفعوا المنتخب مصر، محمد الشناوي ومحمد ابو جبل. قال محمد الشناوي ومحمد ابو جبل دول يبقوا موجودين منتخب مصر. طب لما يبقى في اجانب ممكن نزود المنافسه، ممكن في حراس مرمى الشباب اللي الكابتن عادل مامور قال عليهم ممكن يطلعوا يحترفوا في اوروبا وناخد حراس مرمى كبار اخرين في القاره الاوروبيه. ده رايي، ممكن ما يكونش رايي صحيح 100% من وجهه نظر الكثير من الناس، ولكن انا اعتقد انه دايما
في كرة القدم مع التطور الشديد والعظيم والكبير في كرة القدم في العالم، افتح السوق. طول ما انت فاتح السوق الافضل هو اللي هيبقى موجود. اللاعب المصري لو هو افضل هيبقى موجود مكان الاجنبي. وادينا شفنا كام فريق في الدوري المصري، اهلي وزمالك، بيقعدوا الاجانب على الدكه عشان في لاعب مصري بيتالق وبيلعب. فانت ممكن تجيب حارس اجنبي وتقعده عشان في حارس مصري افضل. انت بتزود المنافسه بس، بتخلي في اكتر من موهبه في الدوري المصري. وكل ما الدوري بيكبر كل ما الانديه بتكبر، بتكلم عن انديه الوسط تحديدا، بتكبر وتبقى قدراتها على المنافسه اكبر. وكل ما كانت قدراتها على المنافسه اكبر بقت مفيده لمنتخب مصر. ما ينفعش طول الوقت نقول انه الاهلي والزمالك بس اللي المفروض يبدوا منتخب مصر باللاعبين، لا، ما ده غلط اصلا، ده غلط. احنا بقالنا سنين كل مدربين المنتخب وهي المنظومه بشكل عام بترتكن على الاهلي والزمالك، لا، المفروض الدوري كله يدي المنتخب مصر. احنا شايلين هم الحارس الاجنبي بس عشان الاهلي والزمالك لو جابوا حراس اجانب. طب وباقي الانديه؟ ما الانديه دي بتلعب معانا في الدوري ممكن يبقى عندها حراس مرمى كبار يفيدوا منتخب مصر. مش لازم حارس منتخب مصر يبقى اهلي، حارس مرمى منتخب مصر يبقى زمالك، ممكن يبقى من غزل المحله، مع كامل الاحترام طبعا، بس يعني اقصد من الانديه اللي لسه صاعده للدوري الممتاز، ممكن يبقى من غزل المحله ويبقى حارس كبير وحارس مهم، حتى لو ده ما كانش فيه هيستوري او سابق تجربه في هذا الامر ان يبقى عندنا حارس مرمى كبير في منتخب مصر من انديه الوسط او انديه القاع، ممكن بكره يبقى ده يحصل. هو من امتى او كنا فاكرين امتى ان بيراميدز هينافس على الدوري الممتاز؟ امتى كنا متخيلين ان مصر المقاصة هينافس على الدوري الممتاز؟ امتى كنا متخيلين المكون العربي يعمل المفاجات اللي كان بيعملها الموسم الماضي؟ الدنيا بتتطور، الدنيا بتتغير، الشكل بتاع الدوري مش زي زمان. لا الاهلي بقى بيلعب لوحده في الدوري ولا الزمالك بقى بيلعب لوحده في الدوري. زمان كانت الفرق كلها بتنزل تدافع قدام الاهلي والزمالك، دلوقتي الفرق بتنزل قدام الاهلي والزمالك عشان تكسب المباراه. الدنيا اتغيرت. فكروا بس ان الدنيا بتتغير، ما تفكرش الماضي حصل فيه ايه، فكر في الحاضر وفي المستقبل ممكن شكل الدوري المصري يكون عامل ازاي. اراء مختلفه طبعا وكلها لها حجتها وكلها منطقيه وكلها مهمه وكلها حاجات لازم نحطها في الاعتبار. انا لسه مكمل مع حضراتكم وكلنا والنهارده عندنا اخبار كتيره جدا واخبار عديده جدا، بالتحديد الاهلي وبيراميدز، مباراه اليوم مباراه في منتهى الاهميه. لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم النهارده مواجهه في منتهى الاهميه ومنتهى القوه بين بيراميدز والنادي الاهلي، مواجهه دايما بتبقى فيها من الحماس والروح والاثاره والرغبه من الفريقين ان هم يحققوا الثلاث نقاط في هذه المباراه. اخر مدرب لبيراميدز واجه النادي الاهلي هو الكرواتي انتي تشاتشيتش، وهو معايا الان عبر زوم نساله عن مباراه اليوم. انتي مساء الخير. مساء الخير، شكرا جزيلا على الدعوه. بفتقد كل اصدقائي في كره القدم في مصر، واحنا ايضا نفتقد مدرب كبير ومحترم كان موجود في الكره المصريه. انا دلوقتي بعيد عن مصر لكن انا متابع الكره المصريه، والنادي البيراميدز النادي السابق ليا بتابعه بشده، وافتقد كل اصدقائي اللي انا تعرفت عليهم في مصر، ودلوقتي بتابع كره اليد في مصر بطوله كاس العالم، وحاجه عظيمه ومشرفه. عظيم. طيب كونك متابع بشكل جيد للدوري المصري الممتاز ومتابع فريق بيراميدز، كيف ترى مواجهة اليوم بين بيراميدز والنادي الأهلي؟ ده ديربي وماتش صعب في اللحظة ديت، هو ماتش مهم جدا لفريق بيراميدز بسبب ان كان في توقعات كبيره لفريق بيراميدز ان هو يبتدي بدايه كويسه على عكس الموسم اللي فات، لكن البدايه للاسف ما كانتش كويسه.
وهو فوت فرصة ان هو يقدر يبتدي بداية كويسة. الموسم اللي فات كان في منافسة ما بيننا وبين نادي الزمالك على المركز الثاني، وكانت المنافسة دي موجودة حتى اخر مباراة اللي احنا خدناها قصاد الاهلي. دايما بقول ان نتيجة المباراة دي هي نتيجة مهمة، ودايما بقول ان النادي الاهلي دايما موجود في فورمه كويسه، فورمه مباريات، ودي مباراه مهمه عشان يقدر فريق بيراميدز يامن موقعه في الجدول، فهي مباراه مهمه لنادي بيراميدز. ولو فريق بيراميدز ما نجحش النهارده ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، ده هيبعده شويه عن مقدمه جدول الدوري. لكن انا شفت ان فريق بيراميدز ضيع حوالي 11 نقطه لغايه دلوقتي في 8 مباريات، وده شيء مش كويس في مسيرته في مسابقه الدوري، عشان كده لا، المباراه النهارده مباراه مهمه جدا. طيب انا كنت عايز اسال على المستوى المفروض يقدمه بيراميدز وسط هذه المجموعه الكبيره من اللاعبين المميزين، ليه دايما بيراميدز بعيد عن الصداره رغم انه قريب من المنافسه، ولكن يبتعد عن الصداره رغم ان الجميع يقولون ان بيراميدز يستطيع المنافسه والمنافسه بقوه على البطولات، ليه بيراميدز بعيد عن المنافسه على البطولات؟ في اسباب كتيره. السبب الاولاني بالنسبه للناس اللي بيديروا او اداره بيراميدز، هم شباب عندهم طموح، بس هم بينقصهم الخبره الكافيه لاداره النادي. بالنسبه لفريق الاهلي والزمالك عندهم استمراريه دايما في وعندهم طريقه كويسه في اختيار اللاعبين، وعندهم صبر على المدربين، ودايما المدربين لما بياخدوا وقت بيقدروا ان هم يفرضوا اسلوبهم على الفريق. واحنا الموسم اللي فات احنا كنا عندنا منافسه كبيره مع الزمالك لغايه اخر ماتش قصاد الاهلي، اخر 15 ماتش بعد العوده من الكورونا احنا عملنا نتائج كويسه في 15 ماتش، اخر 7 ماتشات كنا كسبانين ما عدا اخر ماتش بس قصاد الاهلي كان في تعادل، وهو ده اللي بعدنا عن وصافه الدوري. وده دايما فريق بيراميدز هو عنده لعيبه وعنده الامكانيات، لكن دايما بينقصوا عامل الصبر على الوقت، ولازم يبقى في ثقه عندهم ان هم مع الوقت ان هم ممكن يقدروا يوصلوا للمنافسه مع الاهلي والزمالك، ولازم ان هم يقدروا ينافسوا فريقين بحجم الاهلي والزمالك. طيب هل بمناسبه اختيار اللاعبين والصبر على الجهاز الفني من جانب اداره بيراميدز، هل حدث وان تعاقد نادي بيراميدز مع لاعب بعيد عن وجهة نظره أو بعيد عن اختياراته الشخصية؟ في اللعيبه اللي هي جت ما حدش كلمني عن اللعيبه اللي هي جت وابتدت الموسم دوت. كان في بعض الجلسات لاختيار بعض اللاعبين هي تيجي في فيرمس، بس بعد كده انا شفت لعيبه ثانيه جت، بس انا شايف اللعيبه اللي جت دي لعيبه عندها امكانيات كويسه، واللعيبه دي ممكن تعمل تاثير كبير مع فريق بيراميدز ان هم يحققوا نتائج ايجابيه. لكن المهم هو الصبر، والمهم هو ان احنا ناخد اراء الخبراء في كيفيه اختيار اللعيبه واداره الفريق. في وجود المهدي سليمان واحمد الشناوي الموسم الماضي، هل طلب التعاقد مع حارس مرمى اضافي لبيراميدز ولا كان مكتفي بالمتواجدين مع الفريق؟ ممكن ده
بعتقد ان التعاقد مع حارس مرمى عنده 38 سنه وان هو يجي بيراميدز في وجود المهدي ووجود الشناوي والمواهب وعندهم امكانيات كويسه بعتقد ان دي هيسبب مشكله في النادي وان هو كان المهدي والشناوي ماشيين بشكل كويس. لكن وهو المهدي كان فضل بيحرس النادي معظم الوقت هو كان على مستوى كويس جدا. كنت انا طلبت التعاقد مع لاعب في خط وسط الملعب يكون على مستوى عالي بس انا بعد كده ما حصلش ان هم تعاقدوا مع لاعب في خط النص يقدر يعمل تأثير مع الفريق. هم اكيد جابوا لعيبه كبيره ولعيبه بامكانيات بس انا كنت في مراكز معينه كنت انا محتاجها في الفريق كانت ممكن تتغير شكل الفريق وتعمل تاثير كبير مع الفريق في الموسم الجديد. طيب انا كنت عايز اسال على احمد الشناوي، ليه احمد الشناوي كان دايما بعيد عن تشكيله بيراميدز في الموسم الماضي معاه وايضا بعيد عن تشكيله بيراميدز في الموسم الحالي وهو بعيد عن الصوره تماما، ايه مشكله احمد الشناوي؟ شناوي ومهدي بيتنافسوا وعندهم امكانيات عاليه وهم يستحقوا ان هم يحرسوا فريق بيراميدز. لكن جات الفرصه لمهدي الموسم اللي فات واستغلها بشكل كويس وقدر يستمر بعد كده ان هو يبقى الحارس الاول في فريق بيراميدز. لكن بعد توقف الكورونا انا اديت فرصه للاثنين وكان في الاول بعد الكورونا كنت بدي فرصه للاثنين ده بيحرس ماتش وده بيحرس ماتش. بعد كده الشناوي اصيب فمهدي اديته طبعا هو اللي حرس خد الفرصه وهو استغل الفرصه دي وكان في فورمه عاليه وعشان كده هو استمر لنهايه الموسم وهو فورمه كويسه جدا. بس انا اللي مستغربه ان هم يتعاقدوا مع حارس كبير في السن ان هو يجي وفي ظل وجود المهدي وفي ظل وجود الشناوي. طب لما شفت شريف اكرامي مستواه بالنسبه لك عجبك ما عجبكش؟ انت شفت شريف اكرامي بما انك متابع جيد لمباريات بيراميدز. هو بشكل عام هو حارس كويس وبيأدي بشكل كويس لكن انا بتكلم في نقطه ان بيراميدز ما كانش محتاج حارس ثالث. لكن المشكله ان الفريق بحجم بيراميدز لما يكون عنده ثلاث حراس مرمى في مستوى عالي دي بتخلق مشكله ما بين الحراس نفسهم وبتعمل مشكله في داخل الفريق نفسه. عشان كده انا ما طلبتش حارس ثالث وده السبب يعني ان انا مستغرب ان هم تعادوا مع حارس ثالث. ينسب الفضل ليك من الموسم الماضي في اظهار لاعب بمستوى متميز جدا هو ابراهيم عادل، مقدم مستوى رائع الموسم الماضي وايضا الموسم الحالي يقدم مستوى رائع جدا. ازاي اخترت ابراهيم عادل وازاي امنت بيه وسط مجموعه مميزه جدا من اللاعبين في نادي بيراميدز؟ لما وصلت في نادي بيراميدز بعد 10 اسابيع من مسابقه الدوري ابتديت ابص على اللعيبه اللي موجوده في الناشئين واللعيبه اللي ممكن احتاجها في بعض المراكز ونقدر نعتمد على انهي لعيب ويقدر يستمر معانا ويقدر يبقى موجود او يحقق الطموح اللي هو النادي بيراميدز عايزه. فعشان كده انا عجبت بامكانيات ابراهيم عادل. هو لعيب ذو امكانيات عاليه عنده طموح ان هو يحقق شيء مع الفريق وعشان كده انا اخترته ان هو يكمل مع الفريق. واحنا شفنا ابراهيم عادل ورى امكانياته وكان عنده استمراريه ما كانش مستواه مهتز وعنده استمراريه عشان كده هو استمر معانا طول الموسم اللي فات.
سالك على رمضان صبحي، انت دربت رمضان صبحي او لحقت رمضان صبحي مع نادي بيراميدز، ممكن ما يكونش شارك معاك في مباريات بس شايف ان هو اضافه كويسه لنادي بيراميدز، وهل الضغط المتوقع عليه في مباراه اليوم امام الاهلي هتاثر على مستواه وتنصحه بايه؟ رمضان جه في الوقت الشهر الاخير بالنسبه لي، دربته بس ما كانش بيشارك، هو لعيبه ذو امكانيات عاليه، هو اكيد عنده امكانيات يقدر الفريق يستغلها، وده كان مكان فريق بيراميدز كان ناقصه لعيب بامكانيات رمضان، وكان في توقعات عليه ان هو يحقق حاجات مع فريق بيراميدز، لكن المشكله ان نادي بيراميدز اصرف اموال كتيره على شراء رمضان، وده ممكن بيسبب مشكله لبعض اللعيبه التانيين. كان رمضان في التدريبات بيعمل أقصى شيء ممكن، وهو بيحاول يحقق كل شيء، وعنده طموح أنه يحقق أشياء كتيرة مع فريق بيراميدز، ينقصه بس التوفيق مع النادي، وهو أكيد يعني بيحقق كمان نتائج كويسة مع المنتخب. بالنسبة لمباراة النهاردة اكيد هيبقى في ضغط عليه ان هو بيلعب ضد فريقه السابق، وكله متوقع منه ان هو يعمل شيء ايجابي قصاد فريقه السابق، وده بيعمل ضغوطات عليه، ده بيعمل عليه مسؤوليه ان ازاي هيقدر يستجيب للضغوطات ديت، وازاي هيقدر يبقى في رد فعل بالنسبه له، وازاي يقدر يؤدي في المباراه النهارده. كان يقال الموسم الماضي ان بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمي، ده اللي كان بيخرج من اداره نادي بيراميدز، هل تقدر تقول كده؟ تقدر تقول انه اللي اثر على نتائج بيراميدز الموسم الماضي كان اخطاء تحكيميه، ولا كان لسوء توفيق، ولا كان لعدم وجود حافز عند بعض اللاعبين؟ في رايك تفسر بايه انه بيراميدز الموسم الماضي ما خرجش ببطوله؟ في المباريات اللي انا كنت ضاع في مسابقه الدوري بعتقد ان التحكيم كان ماشي بشكل كويس، اكيد في بعض المباريات كان في بعض الاخطاء، لكن بشكل عام كان التحكيم ماشي كويس اخلي في بعض الاشياء. في بعض المباريات كان التحكيم بيجي في صالح الاهلي والزمالك في بعض المباريات، لكن احنا بشوف التحكيم بشكل عام كان ماشي بشكل كويس الموسم اللي فات. وما كانش عندي توقع ان يبقى التحكيم ماشي بالشكل دوت الموسم اللي فات. طيب انت قلت لي من شويه ان في لاعبين انت اخترتها تنضم لبيراميدز، وشفت لاعبين اخرين انضموا للفريق، مين اللاعبين اللي انت كنت عايزهم في بيراميدز ولم ينضموا للفريق؟ أنا شفت لعيبة كتير على مستويات مختلفة، من خلال الدوري المصري ومن خلال دوريات تانية، وأنا اتكلمت مع الإدارة في إن هو يبقى اللعيبة دي تيجي النادي، من لكن المسؤول عن جلب اللعيبه ديت للنادي هم اللي بيديروا النادي، انا بقول رايي بقول اختياراتي، لكن المسؤول عن جلب اللعيبه دي للنادي كان هو اداره فريق بيراميدز. واجهت اثنين مدربين في النادي الاهلي، فايلر وموسيماني، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق في طريقه اللعب؟ ايه الفرق بين القوه بين الاثنين مدربين؟ Mislim da su oba dva trenera jako dobra.
المدربين اللي قادوا الاهلي الموسم اللي فات هما الاثنين على مستوى كويس. بعتقد ان فريق الاهلي هو فريق بيمتاز ان هو عنده استقرار وعنده اختيار كويس للمدربين. في المباراه الاولانيه اللي لعبناها قصاد الاهلي كان مدرب بيراميدز كان الاداء بالنسبه لفريق بيراميدز كان اداء طيب، ولكن احنا خسرنا في اخر دقيقه من خطا بسيط من لكن والفريق بتاعنا ورى الامكانيات بتاعنا. وبالنسبه للمباراه الثانيه احنا كنا في موقف ان احنا كنا بننافس على المركز الثاني. وكنا المباراه جت بعد 6 فوز متتالي لفريق بيراميدز، وكان 3 نقط مهمين عشان نقدر ان احنا نحافظ على المركز الثاني. لكن المباراه انتهت في الاخر 0-0، وده عمل مشكله ان احنا خسرنا المركز الثاني. لكن احنا كان ينقصنا في المباراه ديت علي جبر وعمر جابر للاصابه، وكان ايريك تراوري كان منضم للمنتخب بتاعه، فعشان كده كان بينقصنا لعيبه مؤثرين في فريق بيراميدز. وفي الاخر المباراه انتهت 0-0، وكان في بعض المواقف اثناء المباراه وفرص اللي احنا كنا ممكن نستغلها ونكسب، بس الاهلي برضو كان مطرود منه لاعب وباين شخصيته القويه وقدر ان هو يخرج من المباراه ديت لنتيجه 0-0 في النهايه. والمنافسه كانت موجوده لغايه اخر دقيقه في مسابقه الدوري الموسم اللي فات. لكن الموسم دوت اعتقد البدايه اللي عملها بيراميدز مش كويسه، والاهلي والزمالك عاملين بدايه كويسه، هم دلوقتي محافظين على الصداره. لكن المشكلة في فريق بيراميدز ان هو استقبل اهداف الموسم دوت، وده ده ده بيوري ان هو في بعض الاشياء اللي بتنقص الفريق، خصوصا في الخط الدفاعي والنظام الدفاعي للفريق بيراميدز. ذكر في وسط كلامه علي جبر، عايز اساله على المشكلة اللي حصلت او المشادة اللي حصلت بين علي جبر وعبد الله السعيد في المباراة الماضية، رأيه في هذا الامر ايه وايه اللي وصل نادي بيراميدز انه يحصل مشادة في الملعب من وجهة نظره، ولو كان موجود في الجهاز الفني كان هيكون ايه قراره؟ انا شفت المباراة اللي فاتت وشفت الحدث ما بين علي جبر وعبد الله السعيد، اكيد لما الفريق بيوصل لمواقف صعبه زي كده بتحصل بعض المشاحنات داخل الفريق. لكن الاثنين اللعيبه هما لعيبه كبار وهما اصدقاء وهما قريبين من بعض، وده بيحصل داخل اي فريق. كونك انك محايد الان ولست مديرا فنيا لاي فريق في الدوري المصري، فبشكل صريح وبشكل واضح تقدر تقول لي مين أفضل لاعب شافه في الدوري المصري الموسم الماضي أو في الكرة المصرية حاليا بشكل عام؟ أفضل لاعب في مصر بالنسبة ليا هو كان موجود في بيراميدز وبعد كده انتقل للنادي الاهلي، قفشه. هو قفشه مجدي قفشه مجدي قفشه. شاف الجول اللي جابه في نهائي دوري الابطال امام الزمالك، رايه فيه ايه؟ انا شفت الجون، شفت الماتش الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال، وهو فريق وهو لاعب كبير كان ليه تاثير كبير في المباراه ديت،
وهو كان بيربط الخطوط ببعدها، وهو عشان كده هو لاعب رائع وهو ليه تأثير كبير مع فريق الأهلي. زمالك بالنسبة للزمالك عندهم اثنين أجنحة كويسين جدا، زيزو أشرف بن شرقي. زيزو يا أشرف بن شرقي وده في مصر عشان كده بيعملوا تأثير مع فريق الزمالك. عظيم. هسأله بقى لعبد الله السعيد، ضرب عبد الله السعيد وأشاد به كثيرا، وسؤالي هو شايف عبد الله السعيد يقدر يدي قد ايه أكتر في الملاعب ويقدر يدي كام سنة كمان؟ هو عبد الله السعيد لاعب اكيد كل مصر عارفه ان هو لعيب مؤثر، بيحل مواقف كتيره في اثناء المباريات، اكيد السن عامل مؤثر، لكن اعتقد السن هو برضه بيحكم عليه ان هو ممكن ما يقدرش يحافظ على مستواه الفتره اللي جايه، ان هو ما يقدرش يلعب عدد دقائق كافيه او عدد دقائق كتيره مع الفريق، لكن هو اكيد لازم وجوده مؤثر جدا، ان هو بيحل مواقف كتيره داخل الفريق. وانا عشان كده لما انا كنت موجود في بيراميدز طلبت لعيب في خط الوسط يكون بديل لعبد الله السعيد، ان هو ممكن يخش مكان عبد الله السعيد في المستقبل. هو لعيب لعيب دايما هو بيبقى لعيب خلف المهاجمين، بيدي اسيستات كتيره، ارقامه كلها احسن ارقام في الدوري، لكن من الناحيه الدفاعيه هو بينقصه الناحيه الدفاعيه طبعا لعامل السن، فعشان كده انا كنت طلبت في بيراميدز لعيب في خط الوسط مدافع، وكنت طلبت لعيب بديل لعبد الله السعيد ان هو ممكن ياخد فرصته في المستقبل، لكن هم بعد كده تعاقدوا مع مراكز تانية مش انا اللي كنت مختارها. عشان كده الفريق بيراميدز هو دلوقتي تحت ضغوطات ان هو لازم يحقق سلسله من النتائج الايجابيه عشان يقدر يرجع المنافسه تاني على مسابقه الدوري، وده شيء مهم جدا للفريق بيراميدز. اكيد المشكله كانت في تغيير المدربين، المدرب لما بيجي بيبقى مش عارف امكانيات اللعيبه، المدرب بيحتاج وقت عشان يعرف امكانيات اللعيبه وعشان يقدر يشوف انسب طريقه للعب فريق بيراميدز قصاد المنافسين. بالمناسبه انت قلت ان انت طلبت لاعب وسط مدافع لفريق بيراميدز، في بعض الاوقات تداول اسمين مهمين في النادي الاهلي ان بيراميدز عايز يضمهم، هم حمدي فتحي وأليو ديانج، هل طلبت الاسمين دول تحديدا لنادي بيراميدز؟ هل طلبت لاعبين من النادي الاهلي في الوسط الدفاعي ولا هذه الاخبار غير صحيحه؟ ده صعب جدا ان احنا نجيب لاعبين بالمستوى دوت من الاهلي، لكن اكيد بينقصنا لعيب على المستوى اللي هو موجود في الاهلي دوت يكون موجود في بيراميدز، والبيراميدز عنده مشكله في 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 حته السيطره على المباراه والاستحواذ خصوصا في نص الملعب، عشان كده كان حل كويس يعني نتعاقد مع لعيب خط وسط، لكن المشكله ان هو اشتروا بعد كده لعيبه في مراكز ما كانوش محتاجها النادي، عشان كده انا بشوف النادي الاهلي عنده فعاليه كبيره ان هو بيجيب المراكز اللي هو محتاجها وبيجيب لعيبه امكانيات كبيره في المراكز اللي هو محتاجها فقط. يقدروا
وهم عندهم شكل معين في طريقه اللعب يجيبوا اللعيب اللي بيساعدهم ان هم يستمروا على نفس طريقه اللعب. اسالك على المدير الفني اللي واجهته في الدوري المصري، يكون مدير فني بجنسيه مصريه ومدير فني مصري، شايفه هو الافضل في الكره المصريه؟ من خلال المباريات اللي انا لعبتها مع مع مع, مع بيراميدز ما فيش كان مباراه سهله، وكان صعب الفوز بكل المباريات، وعشان كده في مدربين كتير في الدوري السنه اللي فاتت كانوا كويسين. لكن اكيد في مصر موجود مدربين كويسين عندهم امكانيات كويسه، لكن بالنسبه لاحسن مدرب مصري بعتقد اكيد المدرب اللي هو النادي اللي بيديله الثقه، والمدرب اللي هو بيحافظ على المستوى وبيحاول يطور فريقه. واحنا شفنا الفريق بيراميدز السنه اللي فاتت، احنا شفنا ان احنا وصلنا، الفريق بيراميدز وصل لغايه نهائي الكونفدراليه، لكن هو مش زي فريق الاهلي والزمالك في الكونفدراليه، ازاي كانوا عندهم روح وعندهم ثقه وكانوا، لكن ده كان بينقصنا في النهائي في الكونفدراليه. لكن انا مش عايز اذكر اسم معين لاحسن مدرب مصري، لكن انا شايف بشكل عام في مدربين كتيره في مدربين مصريين موجودين على مستوى كويس، وفي نفس الوقت برضو اللعيبه كويسين مصريين موجودين في الدوري. في موضوع مثير جدا للجدل اليوم بنتكلم فيه، وهو عودة حراس المرمى الأجانب للدوري المصري. هو أكيد عارف أنه ما كانش فيه أو ما كان غير مسموح لتواجد الحراس الأجانب في الدوري المصري، قرار أمس أو توصية أمس بعودة حراس الأجانب للدوري المصري، رأيه إيه في هذا الأمر؟ أنا بعتقد إن الدوري المصري عنده حراس مصريين على أعلى مستوى، أنا مش شايف سبب ليه إن هو ممكن يسمحوا إن هم استقدام حراس أجانب من خارج مصر، بس أنا شايف الحراس الموجودين في مصر المصريين نفسهم هم يعني على مستوى أعلى أحسن ما يكون، عشان كده أنا القرار ده أنا مش شايف ليه أي مناسبة. اخيرا هنكون سعداء جدا لو تواجد في مصر مره اخرى اسم كبير في التدريب في القاره الاوروبيه وفي مصر ويقدم مستويات رائعه مع بيراميدز، لو سنحت الفرصه لي مره اخرى التواجد في مصر، ولو على سبيل التخيل، ما هو النادي الذي سيختاره لتدريبه في الفتره القادمه في مصر؟ لو على سبيل التخيل بس. بعتقد ان الدوري المصري وطريقه اداره كره القدم في مصر اعتقد في خبرات كتيره وفي امكانيات كويسه، عشان كده انا بتمنى ان انا اشتغل في مصر مره ثانيه، لكن بالنسبه لمسيرتي التدريبيه من الصعب ان انا اقول انهي نادي بالظبط ان انا اقدر اجي ادربه في مصر، لكن انا اتمنى ان انا ادرب نادي يكون عنده طموح ويكون اداره النادي اداره مستقره بتقود النادي وعندهم خبرات في اداره النادي. انت تشاتشيتش المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا.
كلام أنتي تشاتشيتش في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. خدوا بالكم بنتكلم في تفاصيل كتيرة فيما يخص نادي بيراميدز، وفي ناس بتزعل مننا. احنا نحب بيراميدز يبقى فوق قوي ونحبه ينافس الأهلي والزمالك طول الوقت، بس الراجل ده جوه المطبخ وهو قال أمور مهمة جدا كلنا شايفينها. اتكلم على انك ليه تدفع رقم كبير لرمضان صبحي فتعمل مشكلة في باقي الفريق. اتكلم ليه تتعاقد مع حارس مرمى ثالث حتى لو هو حارس اسم كبير وانت عندك اتنين حراس مرمى ممتازين، ليه تعمل كده؟ اتكلم على انه ما كانش بيختار لاعبين يضمهم للفريق وكانت ادارة النادي بتجيب لاعبين اخرين. كل ده ما يخلوش النادي يمشي بشكل سليم. احنا شايفين بيراميدز عنده اسماء مميزة جدا، بس ما بنفهمش ليه النادي متلخبط، ليه في مشكلة، ليه ما بيكسبش على طول. بيراميدز باللعيبه اللي موجوده دي يكسب بطوله بسهوله جدا. لكن كل ده لازم تعرفوا ان اوضه اللبس بيحصل فيها مشاكل كتير بسبب الامور اللي قالها انتي تشاتشيتش، واكيد هو ادرى واكيد هو اعلم واكيد هو كلامه اللي صح 100%. ممكن احنا نتوقع، ممكن احنا نتصور، ممكن احنا نتخيل، لكن هو اللي شاف بعينيه هذا الامر. امور كتيره لو تعدلت في نادي بيراميدز هنشوف نادي محترم وكبير ينافس دائما على البطولات في مصر، وهو ده اللي عايزينه من نادي بيراميدز، عايزينه من سيراميكا، عايزينه طبعا من الاسماعيلي والمصري والاتحاد، عايزينه من كل فرق الدوري انها تكون بتنافس على الصداره ولا تصارع على الهبوط. مش عايزين بس بيراميدز يكون بيصارع او بينافس على المركز الثاني، عايزينه ينافس على المركز الاول. مش عايزين بيراميدز بس يوصل لنهائي الكونفدراليه، عايزينه ياخد الكونفدراليه ويلعب في دوري الابطال وياخد دوري الابطال. هو ده اللي بنتخيله من كل الفرق المصريه، نحب الفرق كلها تنافس. ما يبقاش هدفنا ابدا ان احنا نوقع نادي، ما يبقاش هدفنا ابدا ان احنا ندور على مشاكل نادي، الامور دي كلها مش موجوده عشان احنا بنحب الكوره، بنحب نتفرج على الكوره، نحب نشوف الفرق كلها بتتنافس. نتكلم بقى اكتر على الجوانب الفنيه في هذه المباراه، مباراه اليوم، مباراه بيراميدز والاهلي. في اسماء كبيره مهمه وفي اسماء كبيره مميزه في الفريقين، تحديدا في حراسه المرمى اتنين حراس مرمى كبار كانوا بيلعبوا على بعض. تتكلم في محمد الشناوي طبعا، تتكلم في شريف اكرامي، واتنين حراس مرمى دوليين. محمد الشناوي لعب 7 مباريات مقابل 8 مباريات لشريف اكرامي، و741 دقيقه لشريف اكرامي، 642 دقيقه للشناوي. حصل فيهم ايه؟ محمد الشناوي خرج بخمس مباريات شباكه نظيفة، شريف إكرامي خرج في 3 مباريات شباكه نظيفة. محمد الشناوي استقبل هدفين مقابل 7 أهداف استقبلهم شريف إكرامي. تصديات 14 لمحمد الشناوي مقابل 18 لشريف إكرامي، وتصدي لعرضيات 16 لمحمد الشناوي مقابل 20 لشريف إكرامي، وده متوقع بحجم الهجمات اللي بتيجي على بيراميدز، ربما اكتر من الهجمات اللي بتيجي على محمد الشناوي. تصدي للانفرادات 0-0، ما كانش فيه انفرادات على الحارسين، نفس الامر بالنسبه لضربات الجزاء. اتنين حراس كبار، اتنين حراس مميزين، اتنين حراس النهارده بالتاكيد هيكون ليهم دور ودور مهم جدا، سواء محمد الشناوي او شريف اكرامي. نفس الامر بالنسبه لي قفشه وعبد الله السعيد. قفشه اللي قال عليه انتي تشاتشيتش ان هو افضل لاعب في الكره المصريه، وبالتاكيد عبد الله من افضل اللاعبين الموجودين في الكره المصريه. عبد الله شارك في 8 مباريات مقابل 6 لقفشه، 768 دقيقه لعبد الله السعيد مقابل 507 دقيقه لمحمد مجدي قفشه. عبد الله سجل هدفين مقابل هدف لقفشه، صنع قفشه 4 اهداف وصنع عبد الله السعيد 6 اهداف. عبد الله تقريبا نص فريق بيراميدز، مميز جدا بصراحه. سدد على المرمى 11 مره عبد الله السعيد مقابل 4 لقفشه، وراوغ عبد الله السعيد 14 مره مقابل 12 مره لمحمد مجدي قفشه. 22 صناعه فرص لعبد الله السعيد مقابل نصفهم لمحمد مجدي قفشه. نسبه التمريرات الصحيحه 73% لعبد الله السعيد، افضل منه في التمريرات الصحيحه محمد مجدي قفشه بنسبه 82%. ده بالنسبه لعبد الله وبالنسبه لقفشه. ماذا عن الثنائي اللي عليه العين النهارده؟ كهربا ورمضان صبحي.
رمضان صبحي طبعا عليه العين، وهقول لكم عليه العين، وهقول لكم كمان التفكير اللي بيفكر فيه عبد الله السعيد النهارده، واكيد النصايح. 7 مباريات ليه عبد الله السعيد، و7 مباريات لكهرباء، 500 ودقيقه لكهرباء، 690 دقيقه لرمضان صبحي. كهرباء سجل 4 اهداف، رمضان سجل 4 اهداف. كهرباء ما صنعش اي هدف، رمضان ما صنعش اي هدف. الارقام متساويه جدا ومتقاربه جدا. 9 تسديدات على المرمى لكهرباء، نفس الرقم لرمضان صبحي، ولكن المراوغات رمضان صبحي بعيد قوي، 26 مراوغه مقابل 6 لكهرباء. صنع فرص كهرباء 5 مرات مقابل 11 لرمضان صبحي. نسبة التمريرات الصحيحة 64% بالنسبة لكهرباء، نفس أو أكتر شوية رمضان صبحي 81%. كنا بنتكلم من شوية على أنت تشاتشيتش ووجهة نظره في مباراة اليوم، تحديدا من وجهة نظر نادي بيراميدز، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، واحد من لاعبي الوسط المهمين جدا في تاريخ النادي الاهلي، ومن المدربين ان شاء الله اللي يكونوا واعدين جدا، اسم كبير في الكره المصريه، لعبه للزمالك والاهلي وعدد من الانديه المصريه، كابتن معتز اينو. صباح الفل عليك كابتن كريم، ازيك عامل ايه؟ صباح الفل، مشرفني ومنورني. ده شرف لي يا حبيبي، ودايما منور كده وموفق دايما حبيبي، اتمنى لك كل خير. اشكرك يا حبيبي، اشكرك. طيب قول لي النهارده رايك في هذه المباراه، هتكون شكلها عامل ازاي؟ من الطرف اللي داخل ليه افضليه، من الطرف اللي داخل هيكون مضغوط نفسيا؟ طبعا في الاول وفي الاخر هي مباراه كبيره، فرقتين كبار، النادي طبعا بطل افريقيا، فريق بيراميدز فريق محترم عامل صفقات كبيره، كلهم يعني لعبوا منتخب مصر، فاعتقد اللي هتبقى المباراه كبيره بين الفرقتين، الناس كلها هتتفرج عليها، هتبقى متابعاها، فاعتقد اللي هي ان شاء الله انا متوقع انها تبقى دايما مباراه يعني بتمتاز بالقوه وفيها فنيات عاليه كثيره جدا، بس اهم حاجه اللي احنا عايزينه ان المباراه تطلع بشكل يليق بالفرقتين بدون اصابات، واتمنى طبعا في الاول وفي الاخر التوفيق للنادي الاهلي ويقدر يحسم المباراه، بحيث ان دي بتقدر يعني بتكمل المسيره، وخصوصا ان هو بيلعب دايما انت عارف على البطوله، بطوله الدوري، فدي هتبقى اعتقد مباراه يعني مهمه بالنسبه له، 3 نقط مهمين بالنسبه له. النهارده الاهلي داخل المباراه دي وهو عنده ضغط، انا هجي لك على الضغط اللي عند بيراميدز، بس خلينا الاول عند الاهلي، ان دي اخر مباراه قبل ما يسافر لكاس العالم للانديه، دي اخر مباراه عايز يظهر فيها بشكل كويس، دي اخر مباراه عايز يحقق فيها نتيجه كويسه كمان، عشان يقول للانديه اللي هتشوفه بره ان هو بيشتغل بشكل كويس. النهارده ازاي يتخلصوا من هذه الضغوط ويلعبوا بتركيز فقط على هذه المباراه دون التفكير في كاس العالم للانديه؟ لا بص يا كريم، انا من وجهه نظري اللي النادي الاهلي دايما بغض النظر عن بطوله كاس العالم، هي طبعا بطوله مهمه وكل حاجه ومتشافه والعالم كله بيشوفها وحاجه مهمه للنادي الاهلي وجماهيره، لكن النادي الاهلي دايما بيلعب على الثلاثه بونت، وبيلعب على الدوري، وبيلعب بكل مباراه باهميتها، وكل بطوله دي لوحدها مركز فيها لوحدها، فاهم؟ فمش بيلعب النهارده عشان مثلا الاهلي علشان كاس العالم بس، لا انا النهارده مركز في بطوله الدوري. يبقى النهارده لا الموضوع مختلف، انا مركز في الدوري، يبقى النهارده في الدوري، بعد ما اخلص مباراه بيراميدز وان شاء الله يكسب، لا هيبقى دي مرحله ثانيه بقى وحاجه ثانيه خالص، اللي احنا لازم نروح يعني كاس العالم بتركيز ثاني خالص، بدنيا ثانيه خالص، فالموضوع انا شايف الاثنين مختلفين بغض النظر عن يعني دي بطوله ودي بطوله، لا النادي الاهلي مركز في كل بطوله لوحدها. طيب عايز اسالك على تحديدا على رمضان صبحي، وليه بسالك على رمضان صبحي؟ ان انت كان عندك موقف مشابه شويه، بتتحرك من نادي الزمالك تروح النادي الاهلي، واول مباراه مع النادي الاهلي بتسجل في الزمالك، كان امورك منطقيه وعاديه وما عملتش اي حركه فيها اي مشكله رغم الضغط الكبير اللي عليك. رمضان النهارده تنصحه بايه في هذه المباراه؟ تنصح لاعب لمنتخب مصر، مش لاعب مشي من النادي الاهلي او بيلعب في نادي اخر، بس تنصح لاعب لمنتخب مصر انه يشتغل ازاي في هذه المباراه؟ لا رمضان الفتره اللي فاتت دي عنده ضغوط كبيره جدا، الناس عايزه تشوفه بعد ما ساب النادي الاهلي وراح بيراميدز، وانا شايف الضغوط عليه عاليه جدا، والكلام عليه كتير، وخصوصا لو هو سايب نادي كبير زي النادي الاهلي، فالجمهور دايما بيتكلم عليه، فالله يكون في عونه طبعا في الاول وفي الاخر، لكن هي دي كره القدم، هو شاف مصلحته فين طبعا في الاول وفي الاخر كزميل، هو بتمنى له كل التوفيق، هو دي حياته الشخصيه وهو اللي بياخد القرار،
لكن دايما انا بقول دايما ان النادي الاهلي مش بيقف على حد. ياما لعيبه كبيره كلهم بطلوا وسابوا الكوره والنادي الاهلي دايما مكمل في مسيرته. لكن زي ما بقول لك في الاول وفي الاخر المباراه النهارده فيها نجوم كبيره جدا بغض النظر عن مش عبد الله بس، لا عبد الله رمضان وعبد الله وعلي جبر وشريف اكرامي احمد فتحي، نفس الحكايه الناحيه الثانيه النادي الاهلي الشناوي موجود في السلية قفشة كهرباء، يعني انت بتتكلم في مباراه النهارده فعلا كل الناس اللي في الملعب ليهم اسعارهم وليهم نجوميتهم وكلهم انت بتتكلم في تشكيل منتخب مصر طبعا. فاعتقد ان النهارده المباراه يعني تحس اللي هو يعني لا تقل عن اهلي وزمالك، فاهم؟ تحس اللي هي فعلا مباراه ديربي او مباراه كبيره مباراه قمه. فانت النهارده كل الناس بتستنى دلوقتي زي ما بتستنى اهلي وزمالك، لا دلوقتي بتستنوا اهلي وبيراميدز، فاهم؟ صح. فبتمنى التوفيق النهارده للنادي الاهلي ويقدر يفرح جمهوره زي ما هو ماشي كده ان شاء الله، وعنده هدف في الاول وفي الاخر بيبقى مركز فيه اللي هو بطوله الدوري العام. وبعد ما بيخلص النهارده المباراه بيقفل الصفحه بتاعت الدوري وبيركز ان شاء الله في السفر بحيث اللي هو يعمل برضه نتيجه ايجابيه ان شاء الله. انت لعبت كاس عالم للانديه بالمناسبه يعني كاس في اليابان؟ طبعا في اليابان. وانا عايز افكرك شويه بالبطوله ديت وافتكر معاك كواليسها وافتكر معاك الانجاز العظيم اللي عمله الاهلي وقتها. فكرنا كده مع الناس عشان الناس دلوقتي مستعده مع النادي الاهلي ان هم يلعبوا بطوله عندهم طموحات كبيره. لا هو طبعا دايما بطوله كاس العالم بتبقى الانديه بتبقى بطوله يعني حلوه وبطوله خاصه كده عند جمهور النادي الاهلي، وتبقى رايح وانت برضه بطل افريقيا والناس كلها برضه عامله حسابك وعبالك يعني قيمتك زي ما بيقولوا، وبتبقى حاجه كويسه كاللعيب زي ما انت دلوقتي بتتكلم كتي في بعد كده لما اللعيب بيبطل انت بتقول انا لعبت كاس عالم ورحت كاس عالم مع النادي الاهلي، بتبقى حاجه كبيره يعني. فبتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله ويعملوا نتيجه ايجابيه هناك ويفرحوا جمهور النادي الاهلي زي ما بقول لك، وعلى اللعيبه اللي هي تركز، وفي لعيبه منهم مش اول مره تروح كاس العالم، فاعتقد اللي في ناس قبل كده راحوا، فان شاء الله ربنا يكرمهم ويرجعوا لنا بحاجه كويسه وبمركز كويس ان شاء الله. كابتن معتز اينو نجم نادي الاهلي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. ده عن الاهلي وعن بيراميدز. جمله بس سريعه لرمضان صبحي، مهم جدا رمضان في رايي خطأه الوحيد في انتقاله من الاهلي لبيراميدز، طبعا الجماهير هيشوفوا انه خطا وكارثه وجريمه وكل شيء، بس انا اعلاميا يعني رايي ان خطا رمضان صبحي ان هو ظهوره في الاعلام بعد ما انتقل لنادي بيراميدز وحاول يطلع النادي الاهلي غلطان. وساعتها انا قلت لكم هنا في كل الاحوال انت مش هتطلع النادي الاهلي غلطان قدام الجميع، كده كده الاهلي الجماهير هتحب النادي الاهلي حتى لو عمل ايه اكتر من اي لاعب كان، مش رمضان بس اي اسم. دي كان خطا وعدى، والضغط اللي بيتعرض له رمضان صبحي ده منطقي جدا عشان هو كان اسم كبير في النادي الاهلي واسم بارز واحد من ابناء النادي الاهلي ومشي من النادي الاهلي، فطبيعي ان الجماهير تبقى زعلانه منه وتضغط عليه. الامر 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 في هذا الفكره او هذه الفكره بالنسبه لرمضان انه النهارده ما يروحش للضغوطات ديت، يعني رمضان النهارده ممكن يسجل هدف يحتفل بالراحه يحتفل انا بتكلم دلوقتي على رمضان، دي نصيحه لرمضان هو يعني كده كده في النهايه انا مش بقول احتفل بالراحه عشان هزعل منك لو انت احتفلت جامد، انا ماليش علاقه دلوقتي، جميل الاهلي اللي هتضغط عليك تاني وهتكمل عليك ضغط، فانت خليك ذكي النهارده سجل، ممكن تعمل زي اللعيبه اللي بتحصل فوق او يعني في اي حته في العالم، يعني مش لازم تحتفل او احتفل بالراحه، ما تعملش اي حركه ممكن تستفز بيها الجماهير اللي موجودين على السوشيال ميديا مش موجودين في المدرجات، تمام؟ ان انت اصلا بتتاثر بيهم، وانت الجهاز الفني او بعض المسؤولين في بيراميدز قالوا ان هم ان رمضان متاثر بضغط جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا، فحاول تبعد عن نفسك الضغط، ما تحاولش تحتك باللاعبين النهارده، تحتك يعني اقصد تتخانق مش تحتك في الكوره يعني، حاول تطلع الضغط على نفسك، اعمل بالظبط اللي عمله عبد الله السعيد. يعني انت النهارده كده اقعد جنب عبد الله السعيد قول له انت اول مباراه لعبتها قدام الاهلي لما سجل الهدف اللي سجله في مباراه الاهلي عملت ايه؟ لا ازمه ولا مشكله ولا خناقه، رغم انه كان عليه نفس الضغط واكتر 1000 مره من اللي على رمضان الصبح. طبعا انا مش بستبق الاحداث، مش متوقع ان رمضان يعمل حاجه غلط، انا بس بنصحه عشان خساره موهبه زي دي تفضل طول الوقت تحت الضغط، فهو اللي بيحط الضغط على نفسه. فيما يخص رمضان صبحي وهيبقى موجود ازاي النهارده في المباراه، يعمل ايه في المباراه، النصيحه اللي ممكن تتقدم لرمضان صبحي، تعالوا نسمع راي بقى نجم كبير في هذا الامر، واحد من نجوم الكره المصريه على مر التاريخ، واحد من الحديثه التقال قوي قوي، يعني لما بنتكلم عن رمضان صبحي حديث فده وليد صلاح الدين، الاسم الاحرف يمكن في تاريخ الكره المصريه.
تقرير مع كابتن وليد ورأيه في الضغوط اللي بيتعرض ليها رمضان صبحي، ونرجع نكمل كلام. في لعيب ممكن يتصف بالخيانة الكروية لو هو ساب فرقته في عز احتياج الفريق ده ليه، يعني انت فاهم الفكرة، يعني انه يبقى مثلا في نص موسم وانت محتاجه جدا كفريق، ويروح هو عامل حاجة عشان يسيبك بيها، يسافر مثلا وما يقولكش، يستغل بند مثلا معين ويهرب على اساسه، يعني زي حالة مثلا كوليبالي، سليماني كوليبالي كده مع النادي الاهلي، انت في نص الموسم كده تروح تمشي وتقول الناس بتعاملني وحش او بتعاملني بعنصرية او كلام اي كلام، ده ممكن انا اتصف او ده يتصف بالخيانة. بص انا يعني زي ما انت قلت، لو في حاجة فيها نسميها بقى خيانة، ده انا ما احبش اللعيب يرجع، لكن لو في حاجة تقبل الرجوع، انا شخصيا من اصحاب مدرسة اعطاء الفرصة التانية. يعني انت بتتكلم على ان لو رمضان صبحي يرجع تاني النادي الاهلي، انا شايف ان رمضان يعني اشتغل بشكل احترافي، وان كان انا من وجهة نظري هو غلط، لان كان لازم يقعد في النادي الاهلي، ما كانتش النقلة تبقى دلوقتي، لكن في الاخر رمضان حتى لو انتقل عشان الناحية المادية، ففي الاخر هي حاجة احترافية، لكن ما عملش حاجة يعني من وجهة نظري فيها خيانة للنادي الاهلي. فحسب الموقف، حسب الموقف وحسب الحالة، وفي الاخر هو رأي مجلس ادارة، ورأي طبعا برضو الجماهير بيبقى في بعض المواقف ليها رأي مهم، لازم انت كمجلس إدارة تحترمه. طبعا كل جيل وليه أرقامه وليه، يعني ما عرفش أصلا مش لاقي اللعيبة دي بالإمكانات دي دلوقتي خالص. يعني انت بتتكلم، لا كابتن الخطيب لو موجود مش هيلعب في مصر. يعني الفكرة الإمكانيات بتاعت زمان، أنا شايف إن المواهب قلت قوي، الكرة اختلفت كمان، بقت تعتمد على السرعة والقوة، لكن يعني لو عايز تقول رقم جزافي، أنا عارف إن في لعيبة معينة خدت مثلا 40 مليون في السنة، يعني في لعيب أو اتنين كده، الكابتن الخطيب كان يبقى بقى ياخد له 60 مليون في السنة، ما هو نفس الموضوع بقى، هو هيبقى نفس كابتن حسن شحاتة وكابتن الخطيب وكابتن حسام حسن وكابتن حازم امام، كله هيبقى في الرينج ده. لو احنا بنقول ان في لعيب دلوقتي بياخد 40 مليون في السنه، فاظن ان مواهب زمان واللي انت بتذكرها تحديدا، يعني اظن انها كانت تبقى اعلى من كده درجه او درجتين، فممكن ياخد 50 مليون 60 مليون في السنه بحكم الارقام اللي موجوده دلوقتي. يعني لو انا بشوف ان في لعيب مثلا ديفندر في نص الملعب بيطلب 40 مليون في السنه، انا اظن ان لما يبقى هداف وكل ماتش يجيب له جونين ثلاثه وبحرفانه الكابتن الخطيب او كابتن حسن شحاته او بقوه الكابتن حسام حسن، ف 50 60 مليون متهيألي هيبقى رقم عادي. مين نفسي العب جنبه من الجيل الحالي؟ دي صعبه شويه، بس انا بحب جدا لعب علي معلول. علي معلول واحد من اللعيبه اللي فكرها سابق، تحس ان هو مش باك، يعني باك دماغه شغاله على طول، يحط لك من بره ويحط لك من جوه ويجي يعمل معاك 1 2 ويلف، يعني لعيب كده تحس ان هو ممتع في الملعب. فلو هو بيلعب باك ليفت وانا بلعب تحت الفراوده، يعني انا استمتع باللعب مع واحد زي علي معلول. بص في الاوضه او في المعسكرات او في اجواء النادي الاهلي كان الكابتن هادي خشب. هادي خشب احنا طلعنا مع بعض من 16 17 سنه، وانضمينا الفريق الاول مع بعض، وحياتنا كلها كنا كل معسكرات منتخب مصر مع بعض على طول. وفي الملعب بقى كان في دوتوهات كتير، كان في كابتن محمد رمضان في الجيل القديم قوي، كان في بعد كده كابتن حسام حسن في جيل الوسط، بعد كده كان في كابتن خالد بيبو، دول الثلاثه الرؤوس حربه اللي انا لعبت معاهم كره حلوه، يعني كنا بنتفاهم على طول بالعين، وكنت انا بعمل لهم اهداف كتير وهم كمان بيتحركوا كويس قوي واحرزوا اهداف كتير كنا عملناها مع بعض. يعني المدافع اللي معرفتش ارقصه، بص هو كان في كابتن اشرف قاسم، ذكي جدا بيلعب بدماغه، يعني انا دايما كنت بلعب على طول على 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 الرجل الثابته، على طول كنت اروح للمدافع وارقصه على الرجل الثابته، او ابقى عايزه
ان هو يخش عليا فانا راسه. كابتن اشرف كان ذكي جدا، كنت كل لما اروح له بالكوره هو عارف ان انا عايز العب على رد فعله، فيرجع لورا وما يروح ليش، يرجع ويقفل، فانا يعني افضل مش لاقي حاجه اعملها فاروح لافف ومباص. فهو بذكاء شديد عرف ان انا لما وده ذكاء من المدافع، تعرف تتعامل مع المهاجم ازاي، وذكاء من المهاجم ان هو يبقى حافظ المدافع. يعني واحد زي الكابتن وائل جمعه مندفع، لو انت خدت قبليه بخطوه هترقصه سهل. واحد زي الكابتن شادي محمد يسيبك تستلم وتلف له بس مش هيدخل، فمش تعرف ترقصه، فانت تبقى عارف تتعامل مع ده ازاي وتتعامل مع ده ازاي. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما سمعت كده الكابتن وليد صلاح الدين، يعني خلوا الفاظنا وتعبيراتنا وتفكيرنا في الكوره اهدى شويه. يعني انا دايما بتفهم فكره انه جماهير النادي الاهلي تبقى غاضبه تماما من رمضان صبحي، دي الكوره في العالم كله، بس هي مش خيانه. يعني الخيانه دي كلمه تقيله زي ما الكابتن وليد قال، تقيله قوي على كره قدم، يعني على اللعبه، يعني خيانه يعني صعبه. اكيد من حق جماهير النادي الاهلي تفضل طول الوقت زعلانه من رمضان، طول الوقت متضايقه من رمضان، طول الوقت ضاغطه على رمضان، كل دي امور طبيعيه بتحصل في الكوره في اي حته في العالم، مش غريبه يعني. انا مش بنصح بكده، انا مش عايز كده، انا يا ريت رمضان يلعب في حاله والجماهير تبقى في حالها، بس احنا بنتكلم في الواقع يعني. فالنهارده ان شاء الله الامور بالنسبه لرمضان تعدي هادئه. انا مش قلقان قوي من شريف اكرامي، مش قلقان قوي من احمد فتحي، مش قلقان قوي من لعيبه النادي الاهلي السابقين، عشان خبراتهم كبيره يقدروا يعدوا الضغوط النهارده. لكن قلقان شويه من رمضان، قلقان عليه، على رمضان صبحي. في كل الاحوال نتمنى ان المباراه تعدي على خير، في كل الاحوال نتمنى ان المباراه تعدي بشكل كويس، في كل الاحوال نتمنى تبقى مباراه كبيره بين فريقين محترمين في الكره المصريه، بالتاكيد النادي الاهلي وبالتاكيد نادي ايضا بيراميدز. شوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نكمل كده. النهارده هنكون على موعد مع مباراه من العيار التقيل لما يستضيف نادي بيراميدز فريق الاهلي حامل اللقب في الجوله العاشره من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي. المباراه ما تقبلش ابدا الاسم على اتنين، خاصه بالنسبه لفريق بيراميدز صاحب الارض واللي صرف فلوس كتير قوي خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي فاتت، وتعاقد مع نجوم كتير في صفقات قياسيه املا في تحقيق طموحه والمنافسه على الالقاب المحليه والافريقيه. لكنه لحد دلوقتي ما حققش النتائج المرضية، وهيلعب قدام الأهلي وهو متأثر بطاقة سلبية نتيجة السقوط في فخ التعادل بهدف لكل فريق الجولة الماضية قدام سموحة. التعادل أمام سموحة ألغى الراحة السلبية اللي كانت مقررة للاعبي بيراميدز بعد ماتش الفريق السكندري، وأجبر المدرب الأرجنتيني أروا باريانا لاعبيه على مواصلة التدريب لحد موعد مباراة الأهلي استعدادا لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب المارد الأحمر. أما بالنسبة للأهلي فهو داخل الماتش بمعنويات عالية بعد ما قدر يحول تأخره بهدفين قدام المقاولين العرب الجولة اللي فاتت لفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين علشان يحافظ على مكانه في صدارة جدول ترتيب الدوري بعشرين نقطة. كمان هيسعى الفريق الأحمر لتخطي عقبة بيراميدز، الفريق اللي أغرى بعض نجوم الأهلي وقدر يتعاقد معهم زي رمضان صبحي، أحمد فتحي، وشريف إكرامي، ومن قبلهم عبدالله السعيد، ويثبت إن الأهلي بمن حضر. هيستعيد الأهلي في ماتش النهارده حارسه الدولي وقائد الفريق محمد الشناوي بعد غيابه عن ماتش المقاولين العرب الجولة اللي فاتت بسبب الإيقاف، ودي نقطة إيجابية بالنسبة للمارد الأحمر هتديله الثقة قبل مواجهة قوية وصعبة قدام بيراميدز صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة. قمة كروية مرتقبة بين بيراميدز صاحب الضيافة والأهلي صاحب الأرقام القياسية، يا ترى مين اللي هيكسب؟ هل المارد الأحمر هينفرد بالصدارة ولا بيراميدز علشان يدخل في المنافسة ويقرب للمقدمة؟ لكم مرة أخرى، النادي الأهلي جواه أيضا أخبار عظيمة وأخبار مهمة جدا قبل هذه المباراة. اطمن على أليو ديانج واطمن على حمدي فتحي وجدد لهم عقودهم. النادي الأهلي كان جدد لديانج وحمدي فتحي عن طريق طبعا أمير التوفيق مدير التعاقدات، والأمور بشكل رسمي أصبح الفترة المتبقية في عقدي أليو ديانج وحمدي فتحي 5 مواسم، يعني 2 لعيبة مكملين مع النادي الأهلي ل5 مواسم، 2 لعيبة في منتهى الأهمية. أليو ديانج هياخد كام بقى بعد ما جدد مع النادي الأهلي؟ هيحصل على الموسم الأول
$600,000، الموسم الثاني $700,000، الموسم الثالث $800,000، والموسم الرابع $900,000، لحد ما يوصل للموسم الخامس ويحصل على $1,000,000. يعني المجمل كام؟ $3,109,000. حلال عليك يا عم ديانج، تستحق والزيادة، لعيب ممتاز بصراحة. حمدي فتحي برضو اتنقل من الفئة الثالثة في النادي الأهلي إلى الفئة الثانية، هيحصل على $7,000,000 في الموسم، وهيتساوى مع محمد شريف اللي مدد عقده هو الآخر منذ أيام. حلو إن الأهلي يطمن على لعبته، حلو إن الأهلي يطمن على اللي موجودين في الفريق. أروى بارينا المدير الفني لبيراميدز غالبا كده مصيره هيتحدد اليوم، مش مفاهمين يعني، خسر من النادي الأهلي غالبا هيمشي، غالبا هيمشي. ليه؟ نتائجه مش كويسة مع الفريق، نتائجه مش معقولة، مش قادر يلم الفرقة. شفنا المشكلة اللي حصلت في المباراة الماضية بين عبد الله السعيد وعلي جبر. على فكره المشكله دي ممكن تحصل في الاهلي والزمالك وكل نادي، عشان برضه ما حدش يمسكها عليا ويقول لك الحق كريم ماسك في بيراميدز وعمال يقول لك الفريق بيتخانق وبيتضرب، دي بتحصل. بس برضه احنا بنقول لما بتحصل في الاهلي والزمالك ان كده المدرب مش مسيطر، ان الجهاز الفني مش مسيطر على اللاعبين، ان في ازمه جوه اوضه اللبس لازم المدرب يسيطر عليها. عشان كده أروى بارينا ممكن النهارده يكون خارج بيراميدز بالقياس كمان مع النتائج اللي بيحققها في الدوري الممتاز، وهي نتائج يعني مغزله جدا بالنسبه لفريق زي بيراميدز بينافس على الدوري المصري الممتاز. مصيره ربما يحسم اليوم في هذه المباراه، مباراه النادي الاهلي، بحسب النتيجه. طيب موسيماني في هذه المباراه داخل بقائمه محترمه جدا للنادي الاهلي، قائمه النادي الاهلي هتتكون من محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد الشناوي طبيعي هيكون موجود النهارده بعد انتهاء فتره ايقافه، علي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني واحمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم وايمن اشرف وبدر بنون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات، محمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن وولتر بواليا. ده او دي قائمه النادي الاهلي في هذه المباراه. اما قائمه بيراميدز اللي اعلنها أروى بارينا هتكون كالتالي: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، علي جبر، طارق طه، أحمد فتحي وأحمد سامي، وأيضا في وسط الملعب عمر جابر وإريك تراوري وإسلام عيسى ورمضان صبحي وأحمد توفيق ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومحمود صابر. خط الهجوم هيكون فيه جون أنتوي ودودو الجباس والعائد من الإيقاف الفلسطيني محمود وادي. مواجهة في منتهى الأهمية، مواجهة كبيرة بنكرر الكلام عليها عشان عايزين النهاردة نشوف مباراة كرة قدم ممتعة بإذن الله. نروح لفاصل ونكمل مع حضراتكم إن شاء الله. بصوا بقى الموضوع اللي في ختام الحلقة ده موضوع حلو قوي، موضوع مفرحني ومزجني من امبارح. اللي بيحصل بين نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي دلوقتي يعني بيضرب اي حد متعصب في مقتل. الناس على السوشيال ميديا اللي بتتخانق دايما الاسماعيلي والاهلي والخناقه وخلافه، كابتن علي بوجريشه الاسطوره، اسطوره كره القدم في مصر، بيروح لاسطوره كره قدم اخر في مصر والكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي، بيطلب منه ثلاث لاعبين. التلات لاعبين اللي متداول اسمائهم يعني سعد سمير، رامي ربيعه، واحيانا كمان مروان محسن، يعني التالت بتاعهم. دي الاسماء المطروحه ودي الاسماء المطروحه، وفي كمان اسم يا ربنا يشفيه محمد محمود من الاسماء برضو المتداوله في هذا الامر. انا مش فارق معايا اسماء اللعيبه ولا فارق معايا الاسماعيلي هياخد مين منهم، انا فارق معايا ان الاسماعيلي يوم ما لجأ لحد او لجأ لمساعده حد راح للكبير، راح للنادي الاهلي، راح للجار، راح للاسم الكبير، عشان هو عارف ان هو كمان اسم كبير، الموضوع سهل وبسيط. الاسماعيلي في ازمه يبقى يساعده النادي الاهلي ويساعده نادي الزمالك ويساعده كل الانديه، عشان بكره الاهلي يبقى في ازمه الاسماعيلي يساعده والزمالك يساعده وخلافه. كابتن محمود الخطيب اتكلم مع الكابتن علي ابو جريشه بشكل واضح، قال له اي لعيب هتعرف تقنعه في النادي الاهلي من الاسماء طبعا المطروحه دي، مش كل اللعيبه يعني، اي لعيب هتعرف تقنعه ان هو يجي للاسماعيلي او يروح للاسماعيلي انا موافق. ما قالوش بقى هيبقى بكام، ما قالوش اصل الصفقه هتروح ازاي، ما قالوش اصل الخناقه، اصل جماهير النادي الاهلي هتتنرفز علينا او هتتعصب علينا لو اللعيب ده راح الاسماعيلي، زي ما كان بيتقال اصل اللعيب اللي هيمشي من الاسماعيلي جماهير هتغضب عليه عشان رايح النادي الاهلي. الامور اسهل من كده بكتير،
دي أسماء أندية لها تاريخ، دي رموز في الكرة المصرية لها تاريخ، لما يقعدوا مع بعض يتكلموا بهدوء، كل واحد يشوف إيه اللي يستفيد منه من التاني بكل هدوء، ولما ننزل أرض الملعب ما نبقاش شايفين غير تيشيرت فريقنا، ننزل نحارب كورة، يعني نحارب كورة عشان نكسب المباراة بس جوه أرض الملعب. الخناقات بقى اللي بتطلع بره دي للأسف، يعني للأسف كان في بعض الناس أو كثير من الناس هم اللي بيعملوا الأزمات، هم اللي بيعملوا الاحتقان، هم اللي بيعملوا المشكلة، هم اللي بيكذبوا، هم اللي بيقولوا حاجات في التاريخ غلط، هم اللي بيقولوا أصل الإسماعيلي والأهلي تاريخيا مش عارف عندهم إيه ومشاكل إيه ويروح فين. مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. الاستقبال والرغبة والاحترام اللي حصل بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن علي أبو جريشة مفيش بعد كده، مفيش بعد كده. ده لما الكبار يتكلموا، ده لما الكبار يتكلموا، الصغيرين يعملوا إيه؟ أكيد يسكتوا، أكيد يسكتوا. مفيش بقى خناقات، مفيش مشاكل. بكرة لعيب من النادي الإسماعيلي مهم هيروح النادي الأهلي وجماهير الإسماعيلي بتسقف بتقول بالتوفيق ليك، بكرة لعيب من النادي الأهلي يروح للنادي الإسماعيلي وجماهير النادي الأهلي تسقف وتقول بالتوفيق للإسماعيلي. موضوع سهل، موضوع بسيط، عجبني جدا، وقفت عندها امبارح قوي. ده احنا بقالنا سنين في أزمة مش مفهومة. تيجي تسأل مسؤول في النادي الإسماعيلي، هو حضرتك اللاعب ده ما راحش ليه النادي الأهلي؟ يقول لك أصل ما ينفعش يروح النادي الأهلي، جماهير الإسماعيلي تتضايق. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ما ينفعش أنت كمسؤول أصلا تقول الكلام ده، ما ينفعش أنت كصحفي كإعلامي تقول الكلام ده وتكبره وتنميه عند الناس، ما ينفعش. فاكرين طبعا الأزمة الكبيرة من فترة بتاعت حسني عبد ربه، فاكرين الكلام ده، ما ينفعش يحصل. عشان كده اتدخل الكابتن علي ابو جريش. انا اعتقد انه العلاقه اللي بترجع تاني بين الاهلي والاسماعيلي علاقه جيده، ده هدفها الاساسي المستقبل، مش بس لاعب او اتنين هياخدوا الاسماعيلي، مفيش يعني مش هو لاعب واتنين وخلاص، لا احنا عايزين نرجع العلاقه جيده مع النادي الاهلي. الناحيه الثانيه نادي الزمالك، الزمالك برضو بيحاول يساعد النادي الاسماعيلي، مسؤول النادي الاسماعيلي اجروا اتصالات مع الكابتن عبد الحليم علي وبيحاولوا يشوفوا اللعيبه المتاحه في نادي الزمالك اللي ممكن الاسماعيلي يستفيد منها في الفترات القادمه. حلو 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 الاسماعيلي يرجع، حلو الاسماعيلي يرجع تاني كبير، من مصلحه الاهلي ومن مصلحه الزمالك ان الاسماعيلي يكون كبير. ما ينفعش تقعد تلعب لوحدك طول الوقت، يا فرحتي ويا سعدي ويا هنايا لما افضل اكسب بطولات طول الوقت، هاجي اطلع بره مش هلاقي نفسي بعرف انافس اي فريق، ما اذا كان بنافس هنا. فمهم جدا للاهلي والزمالك يبقى عندهم منافس واثنين وثلاثه، ويا سلام لو المنافس ده له اسم كبير وجماهيرية كبيرة زي النادي الإسماعيلي. بالمناسبة، بمناسبة الانتقالات، البنك الأهلي قبل يعني فترة قليلة جدا من غلق الانتقالات الشتوية تعاقد مع محمد عصام لاعب المقاولة العرب لمدة 3 مواسم ونصف، ودي صفقة مهمة جدا عشان محمد عصام لعيب حلو قوي، لعيب حريف، وكان بيستفيد منه المقاولة العرب الموسم اللي فات كبديل رائع جدا، وعلى ما اتذكر سجل هدف الموسم الماضي في نادي الزمالك، لعيب مهم وصفقة كبيرة لنادي البنك الأهلي. سألنا حضراتكم النهاردة تتوقعوا إيه لمباراة بيراميدز والأهلي، النتيجة من وجهة نظركم هتكون إزاي، وكانت إجاباتكم كالتالي. عبد الرحمن إسلام قال 1-1 وإن شاء الله ماتش حلو. هيثم حسن قال 2-1 للأهلي، قفشة ومعلول وعبد الله السعيد لبيراميدز. عمار خالد قال 3-1 إن شاء الله لينا، وحاطط قلب ونسبة بيتكلم على الأهلي. علي شلبي خفاجة كاتب 2-0 لبيراميدز إن شاء الله. وعمر النجار قال فوز بيراميدز 2-0، رمضان صبحي وعبد الله السعيد. شاكر محمد عبد الرحيم قال إن شاء الله تكون مباراة جميلة، وأتوقع فوز الأهلي 2-0، وأتوقع تألق طاهر محمد طاهر، والله أعلم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. شيء رائع جداً، توقعات منطقية، ممكن الأهلي يكسب، ممكن بيراميدز يكسب، ممكن يحصل تعادل بين الفريقين، كل حاجة واردة، بس الأهم بالنسبة لنا إن المباراة تطلع مباراة محترمة فنيا رائعة بين اثنين مدربين في هذه المباراة، واللي يكسب يكسب ونهني اللي يكسب إن شاء الله بعد هذه المباراة. دي كانت حلقتنا النهاردة من بي أون تايم، أشوفكم يا رب على ألف خير.